نور مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليومي والصباحي مورنينغ رياضي. وكيف العادة كيحضر معنا في هذا الصباح محمد المومن. المومن صباح النور. صباح الخير سي خالد. أه كلشي مزيان الحمد لله. أنت مزيان هاني الحمد لله. تفرجتي في الألعاب الأولمبية؟ متبع شوية. متبع متبع مشا شوية متبع بزاف. على اخر حلقه درنا على النتائج ديال الالعاب الاولمبيه وكتهضرت معاك قلت لك راه من بعد هادشي غنشوف بزاف ديال المشاكل ونشوف الناس راه ما استعدوش وبزاف ديال الاشياء اللي ما يمكنش دي واحد اللقب وانت ما مستعدش. ما ديش واحد اللقب وانت كما تنقولوا بريباراسيون لواحد بريباراسيون تكون مزيانه على الاقل واحد سنتين ولا ثلاث سنوات. الناس راه تبدا واحد الالعاب الاولمبيه تتسالي تيبداو بريبارو في ابطال. احنا دابا بدينا تنشوفوا بعد المجيء ديال الابطال ديال الابطال المغاربه وانا تنشوفوا بزاف ديال التصريحات واش حقيقيه ماشي حقيقيه. المهم تيبان لك راه كاين واحد المشكل تما في المنتخبات الوطنيه. كل واحد كما تنقولوا تيقول وجهه النظر ديالو من الجهه ديالو ولكن هادشي كله تيعكس احنا فين بغينا الرياضه ديالنا. احنا الامنيات ديال الشعب المغربي الامنيه ديال الرياضيين المغاربه الحمد لله بالنسبه لي انا كاين بزاف ديال الظروف اللي موفره لان تتعرف هادشي ربما ارمومن اللي تحدثوا عليه بعض الرياضيين العائدين من طوكيو كيأكد باللي خصك تفتح التحقيق. ما خصكش التحقيق احنا شحال هذا كنتحققوا بزاف ديال التحقيقات. شوف من حدنا في المغرب عندنا واحد الكلمه ما بغاش تحيد انا حتى في الرياضه ما كايناش مازال في الشركات بزاف الحوايج كاين في الرياضه ما كايناش. تيسالي ونحاسبوا فاش يسالي ما عندك ما تحاسب سيتي يمشي بحاله. اما في البدايه فاش يبان لك المشروع ديال واحد الجامعه ما غاديش من الاول تيبان لك واحد البطال تتشوف فيه واش قادر يعطي تتشوف واش وصل وصل العطاء ديالو غيمشي يجيب لنا واحد الميداليه ولا ما غيمشيش من الاول. من البدايات ديال المعسكر تقدر تشوف كي داز المعسكر واش اللاعب تيتطور ولا ما تيتطورش الرياضي تيتطور ولا ما تيتطورش. هذيك الساعه تما خصك تحبس كما تنقولوا حنا خصك تحبس وتقول ليه دير مراجعه يا كمل مراجعه يا كمل يا ما تكملش يا تجلس معاه. حتى شوف الممثل الوحيد اللي كاين في هادشي كله هو الرياضي كما بغى يكون المدرب. حيت المدرب تيدير العمل ديالو والرياضي كنت نقولوا هو اللي تيدخل يمثلك في التدورات. الا بان لك انت الرياضي ما راضيش على الوضعيه اللي فيها هو يا مشكل مع المدرب يا مشكل تدريبي يا مشكل تسيري بزاف ديال المشاكل تكون خصك تجلس معاه. ماشي هذا المشكل عندنا حتى تنمشيو وتوقع الواقعه عاد ترجعوا تنبداو نقول اش وقع لينا اش وقع لينا. حنا ما بغيناش نتعلموا من بزاف ديال المشاكل اللي طحنا فيها بزاف ديال الاخطاء اللي طحنا فيها تتكرر هي نفس الاخطاء تتكرر تنبقاو تنعاودوا نجيبوا تنرجعوا تنبداو نقولوا البريباراو الالعاب الاولمبيه القادمه بنفس المشاكل لان ما لقيناش كما قلنا حنا ما حطيناش كما السير الصحيح. هادشي كله ضيع فيه الرياضيين حتى اللاعبين الشباب ديالنا اللاعبين الصغار والرياضيين الصغار فاش يكبروا تيبغيو يشوفوا واحد الابطال اللي يكونوا قدوه ديالهم باش يحدوا الحدوه ديالهم ويمشيو ويكملوا في, 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 في الطريق ديالهم. ديما اي رياضي عنده واحد المثال ديالو اللي تيتبعوا في الحياه اليوميه ديالو ويا في المباريات ديالو تيكون دير واحد القدوه ديالو تيتبع المسار ديالو. الى ذاك الشخص تيخرج يهضر في هذا الكلام اللي قال تنظن حتى ذاك اللاعب تيتحبط حتى ذاك الرياضي تيتحبط. علاش؟ يقول لك راه ما نقدرش نوصل في هذه الرياضه ما نقدرش لان كاين بزاف ديال العراقيل اللي كاين. تنتمنى الحمد لله الرياضه في المغرب مخرجه لها واحد الميزانيه اللي كبيره. اي واحد يطلب شي حاجه تنظن بان ما تنهضرش على اللاعبين تنهضر على الوزارات على الجامعات ديال الرياضه من الوزاره ديال وزاره الشباب والرياضه ولا ديال الاولمبيات ياخذوا كل شيء. تنظن بان الا كنا غنوجدوا واحد البطل خصنا نوجدوه قبل ما يمشي لتما نوجدوه نفسيا الراحه ديالو التدريب ديالو المعدات ديالو خصنا نوجدوه ندي واحد البطل اللي يمشي نفسنا. الحمد لله عندنا الموهبه ولكن ما عندناش ديك المتابعه. ما تنلومش المدربين ما تنلومش المسؤولين ولكن تنلوم المناخ كله ديال الرياضه المغربيه ان خصنا نعرفوا بان بزاف ديال الدول تقدموا بالرياضه. نقدر نقول مرآة ديال بزاف ديال الدول ولات في الرياضه لان الناس مرآة ربما ديال التطور ديال النمو ديال كل دوله فهي تبدا الرياضه لان كما تنقولوا حنا تنقولوا الجسم السليم في العقل السليم. يعني ضروري الرياضه الناس يعطيوها واحد الاولويه كبيره لان
الدراسه مع الرياضه، العمل مع الرياضه، اي حاجه تدخل لي الرياضه. صحيح. تنظن بان الحمد لله صاحب جانا نصر الله عارف واعي بهذه المسؤوليه هذه، وعطى كما تنقولوا الانطلاقه ديال المشروع اللي كان بدا من الصخيرات. ولكن تنظن بان حتى حاجه ما كما تنقولوا تبقى الكره عند 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 الناس اللي في الميدان، اللي في الميدان الرياضي هما اللي خصهم يخدموا شويه. الحمد لله الناس باغيين يخدموا، عندنا رياضيين، خصنا كما تنقولوا نكون عندنا ذاك الشغف الميداليات، شغف الالقاب، ماشي نمشيو باش حنا مشينا راه جمعت واحد 10 ترينيت بهم، انا مشيت عارف الفلوس فين صرفناهم، اش درنا اش درنا، لا ما تمشيوش للمشاركه، خصني نمشي باش نوري فين خسرت الفلوس ولا فين درت باش نبين بان لا، خصني نمشي باش ندي لقب، خصني نمشي باش نجيب واحد الميداليه. صحيح. لان الميزانيه تخرج ميزانيه نقدروا احسن بزاف ديال الدول اللي مشاركه في هذه الاولمبيات هذه، احسن منهم بزاف ديال الاشياء. انا تصنت بزاف ديال التصريحات ديال الرياضيين اللي جاوا، كانوا التصريحات اللي كانوا صادمه. وي. اش هي صحيحه ماشي صحيحه، تيبقى اللي تقعد عليه الهضره هو اللي يخرج برا. وي وي وي، المهم خص يتفتح نقاش ونرجع للحديث. ولكن تنقول لك بان كاينه شي حاجه ماشي تا اللي كما تنقولوا حنا، كاين خلل، كاين خلل، تنتمنى ان شاء الله ما يكونش خلل اللي مقصود، وبطبيعه الحال ما غيكونش مقصود. نتمنى ان شاء الله ديما تنقولوا هذه الهضره، نتمنى ما تكونش ما يكونش ما يكونش خلال القصد، ما تكون لا ما تكونش ما تكونش ما تكونش هذه هي هي تكون هي اخر اخر تكون ان شاء الله هي اللي اخر هذه الاحزان هذه، لان بالنسبه لي احزان الرياضه المغربيه. باقي عندنا امال كما قلنا في العاب القوى، العاب القوى، ولكن راك عندنا رياضات اخرين، كنا تندوف في الملاكمه، كنا تندوف في العاب القوى، كنا تندوف في بزاف ديال الرياضات. تنتمنى ان شاء الله بان نرجعوا الرياضات ديالنا ونوجدوا ابطال ديالنا، لان الشباب اليوم مالا يكونوا ابطال ديال غدا، وما خصناش نحبطوهم بهذه النتائج هذه، وما خصناش كما تنقولوا نطيحوا لهم المعنويات ديالهم والعزيمه ديالهم. نتمنى ان شاء الله من 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 الناس اللي داز عليهم هاد المشاكل هادو، الناس اللي دخلوا كما نقول في هاد المشاكل، اللي ما قادش على شي، ماشي اللي ما قادش، نقولوا كل شيء قاد، ولكن تنظن بان خصكم عندك هذاك اللي عند الناس، تنقولوا الناس اللي عندهم ذاك الحب ديال ذاك الرياضه. اول حاجه خصكم عندهم، باغي نمشي نجيب لقب، باغي نوصل واحد اللقب، باغي نوصل واحد البطل، لان الوالدين ديالنا علاش حنا تنقولوا شكون الوحيد اللي تبغي تكون احسن منه هو الوالدين ديالك، حتى في الرياضه الوحيد اللي تبغي تكون احسن منه هو المدرب ديالك، لان الخدمه ديال المدرب تتبان فيك انت، الا ديتي حتى لقب تحسب لك انت وتتحسب ليه هو، الا دات وعدات واحد الرياضه لقب تحسب لها هي وتحسب للجامعه ديالها. هاد كلش هذاك الرياضه تتسمى اسره واحده، الا قلتي كره القدم تتسمى اسره كره القدم، هذاك الانجاز، هذاك الانجاز تيتحسب لكل شيء، وتتكون عندك واحد كما تنقول عندك واحد اي حاجه طلبتيها تلقاها، لانك انت بداك الشيء اللي تيعطيوك تدي ميداليات، ولا زادوا عطاوك تدي ميداليات اخرين. تنتمنى ان شاء الله عندنا المواهب، تنتمنى ان شاء الله بان خصنا نستثمر هذه المواهب، ما يبقاش حب الذات. المشكل عندنا هو حب الذات، لان ها حنا مشينا، ها حنا درنا، حنا جينا، لا خصنا نمشيو باش نديو القاب ونضحيو عليها، بعد المره تضحي الغالي والنفيس ديالك باش تجي واحد اللقب، لان في الاخر تيتسمح بانك واحد المغربي بدا واحد اللقب، كلنا تنفرحوا، الشعب كله تيفرح. تنتمناو ان شاء الله نوصلوا لهذا المكان هذه، الحمد لله عندنا بزاف ديال الاشياء اللي بغينا ننطلقوا فيها، تنبداو فيها ولكن تنحبسوا. تنتمنوا ان شاء الله تكون هذه اخر احزان بالنسبه للرياضيين، لان قلتها لك انا، حنا داخلين في الميدان الرياضي وتتسمع الناس، ان الا ما كان الدنيا صافي وكان كل شيء زوين، ما يمكنش ما تجيبش ميداليات، لما جبتيش تجيب واحد الاربعه خمسه، ما يمكنش، ضروري تجيب، لان كل شيء خدام مزيان وكل شيء غادي في العمل ديالو، فاش ما تجيبوا عرف كاينه شي حاجه، عرف كاينه كاين شي مشاكل والخلال، عرف شي محامل شي. راه خرجها دابا وتقالت لها في الملاكمه بالذات، سمعنا شحال ديال التصريحات. نتمنى ان شاء الله القلوب يصفى، وان شاء الله ويكون اول فكره واول هدف هو الريال المغربيه باش نجيبوا الميداليات. وامون هادشي اللي كنتمناو، غنرجعوا للحديث مشاهدينا من بعد على المشاركة المغربية في أولمبياد طوكيو، والآن نمشيو ندخلوا للحديث على مباراتي نصف نهائي كأس العرش، المباراتي اللي تم التأجيل ديالهم ليوم واحد من اليوم، كان من المنتظر اليوم يوم السبت يتم إجراء مباراتي نصف نهائي كأس العرش، لكن تم تأجيلهم
الى يوم غد يوم الاحد فاتح غوش. نبداو باستعدادات ديال الفرق المشاركه في نصف النهائي. نبداو بفريق الجيش الملكي ورجاء بني ملال، هما الفريقين اللي غيخوضوا نصف النهائي الاول في مدينه اكادير يوم غد انطلاقا من الساعه 6:30. الجيش الملكي ارموما من بعد ما كسب البطاقه ديال التاهل للمشاركه في كاس الكونفدراليه الافريقيه، عوده العساكر للمشاركه على المستوى القاري. اليوم الجيش الملكي امام فرصه من اجل بلوغ نهائي كاس العرش. استعدادات فريق الجيش الملكي اليوم الغد، فهو غيواجه فريق رجاء بني ملال في اللي كيتواجد بالقسم الوطني التشيلي. وهي اول حاجه تنعرفوا بان الجيش الملكي تنعرفوا بانه جدي بزاف ديال كيسان ديال العرش، يعني تقريبا هو الاول في كيسان ديال العرش، كانت عنده كما تنقولوا لقب اللي كان محبب ليه تيفوز به. بعض المرات كاع فاز في موسمين متتاليين فاز باللقب. السنوات الاخيره تنظن ما حاس على اللقب، ولكن هذه السنه كانت واحد السنه استثنائيه بالنسبه للفريق الجيش الملكي بعد مجيء المدرب. تنظن بان تغير بزاف ديال الاشياء في طريقه اللعب، طريقه اللعب تبدلات بزاف، ولات تبان اللاعبين بواحد الاريحيه اللاعبين، والناس نعرفوا الناش التكتيكي ما كناش نعرفوا شحال هذا ولات نعرفوا، يعني عطاك بلاصه تبان لك الخدمه، تبان لك الخدمه، تيبداو من الدفاع، تبان لك حتى اللاعبين عندهم واحد الاريحيه وسط ارضيه الملعب في الاستلام ديال الكره والتسليم ديال الكره، تيبان لك انا تغير بزاف ديال الاشياء في الفريق. تنظن من نهايه السنه تنظن بانهم خرجوا كما تنقولوا خاوي الوفاء، تنظن هذا هو اللقب الوحيد اللي باقي اللاعبين عليه. وتنعرفوا من زمان الجيش مدات على قبل شي 12 سنه تقريبا، تيكون الطموح ديالو الطموح ديال الجمهور ديالو كله باتجاه صعوبه هذا الكاس هذه، انه كاس اللي كنقولوا غيخرج بسنه كما تنقول على الاقل خايد واحد اللقب، ولقب اللي ماشي عادي، لقب ماشي عادي، وبدل حتى الموازين ديال 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 اللاعبين اللي عطاهم المورال كما تنقولوا حنا، ويخليهم ان السنه سالت كما حنا بالقاب. الجيش الملكي تنظر بانه مكونسونطري بزاف على هذه المقابله هذه، لان ما يبغيش بالاداء اللي قدم هذه السنه، ما يبغيش بان يخرج بصفر الرقم. وي ملي كندوي على فريق الجيش الملكي فالتاهل ديالو نصف النهائي جا على حساب فريق الرجاء الرياضي من بعد ما تفوق عليه في ربع النهائي ارمو. وقلت لك انا بان الجيش في الرجول بالذات قدمت واحد المساويات كبيره. شنا لاعبين اللي في الاول كنا تنقولوا بانهم ما مقدميش واحد المستويات كبيره، شفتهم دابا خداو الثقه، فاش تاخذ الثقه تنظر بان تيبان لك المعدن ديال اللاعب والامكانيات ديالو. هادشي اللي شفنا في المباراه الاخيره ديال الجيش، مباراه ما غتكون سهله، ولكن من طبيعه الحال تعرف ان واحد الفريق اللي باغي يلعب على الالقاب ما خصوش يشوف منافس لعب ضده، لان لعب ضد منافس لبني ملال، بني ملال بني ملال، لانه فريق اللي حتى هو عنده واحد التاريخ في الكره المغربيه ودوز لاعبين اللي كبار. خصك تدخل عاطي القيمه والحجم للمباراه كالمكانه ديالها نصف نهائي وكالفريق الخصم اللي لعب ضده. الى بغيتي دي القاب ديما كما تنقولوا كل فريق تعطيه القيمه ديالو وتدخل تلعب واحد المباراه اللي كما تنقولوا تتكون واقعيه باش تتاهل. وي دائما مع التعليق ديالكم مشاهدينا الرجاوي محمد، ان شاء الله تديها الماط. اسماعيل بوكس صباح الخير من اكادير، صباح الخير سي اسماعيل. مروان بسمار ممن من احسن اللاعبين اللي حملوا القميص العسكري في السنوات الاخيره الدقيقة 90، وكنشكروك ملي هضرتي على الجيش الملكي. يوسف كاس السلام عليكم، بالتوفيق للمغرب التطواني في كأس العرش. دائما حديثنا عموما على فريق الجيش الملكي، شفنا هاد العمل اللي كيقوم به المدرب البلجيكي فريق الجيش الملكي، شفنا الآن التحاق المدير التقني الجديد الفرنسي بفريق الجيش الملكي. هناك بوادر ديال العمل، هناك بوادر ديال نتائج ايجابيه اللي ربما غتحقق في المستقبل، حتى كذلك الجمهور ديال فريق الجيش الملكي بدا كيطمئن على الفريق ديالو، وبدا كيشوف باللي الثمار ديال العمل ديال المدرب البلجيكي فهي بدات كتبان، وكاين مسانده كبيره لهذا المدرب. انا قلت لك في الاول المدرب فجات بانت اللمسه ديالو، بانت الامكانيات ديالو. اول حاجه المدرب لا بغيت تعرف الامكانيات ديالو تيبان لك على اللاعبين.
اللاعبين لاعبين بواحد الاريح ومرتاحين وسط ارضيه الملعب وتيلعبوا بواحد الثقه كبيره، عارف المدرب هو اللي عطيها لهم. اللاعبين ديال الجيش في الدور الاخير ولا تيلعبوا بديك الاريحيه، باش تشوفهم انهم لاعبين ومرتاحين، ما لاعبينش هما كما تنقولوا هما مضغوطين. هذه عطاتهم القوه في المباراه الاخيره في الرجوع تقريبا كله. بعد ما كنا تنشوف بان الجيش تروا باس ما كانوش تيديروها، نقول واقع هدف، نقول الواقع اللي ماشي انا اللي تنقول، الجمهور ديال الجيش الملكي كان كيشوف الفريق ديالو دابا ولينا تنشوف انهم ولاو تيعرفوا تتبني الهجمه، يعني تتفرج من الدقيقه الاولى دقيقه 90 تيبان لك بان راه كاين واحد الخدمه ديال المدرب، العمل ديالو من طبيعه الحال غنقولوا حتى العادي السراج ومقدم واحد الاضافه اللي كبيره، خالد العسكري حتى هو مقدم واحد الاضافه اللي كبيره، ان الصاب كله تيكون تيشتغل، كل واحد عنده كما تنقولوا العمل ديالو، بان هذاك الشيء في ارضيه الملعب. سنوات عده ما شفناش الجيش بهذا الاداء هذا، تنظن بان المباراه ديال غدا هي اللي غتشوف الموسم ديال الجيش كي غدوز. من ناحيه الاداء كان قدموا اداء اللي جميل، ولكن غدا لعب على واحد اللقب اللي هو كاس العرش، نظن كل الفرق المغربيه الاماني ديالها يوصلوا النهائي ديال كاس العرش، الحفاوه اللي تكون فيه وتتحضر بحضور صاحب الجلاله ولا بالامير مولاي رشيد، تنظن بان كاع الناس يكون هذا هو اللقب الاول عندهم، عاد تشوفوا تيشوفوا الحمل الكاس على الاكتاف ديالهم. يعني تنقولوا بان الفريق اللي غيكون مساعد في 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 العقل ديالو كما تنقولوا بشي شيك موت يكون واجد مزيان، هو تيعرف لعب هذه المباراه، لان هذه المباراه تيلعبوا لحجه ايات صغيره ما غنشوفوش فيهم الكره بزاف، لان كل فرو خايفه اللي تشعل الهدف، الا تشعل الهدف في الدقائق الاولى غنشوفوا واحد المباراه اخرى، من حد الوقت تيدوز وكل فريق تيكون متخوف اللي تشجع عليه هدف، لا المغرب التطواني لا الجيش. تنظن بان المغرب التطواني لعب ضد واحد الفريق اللي عرفنا المشاكل اللي عنده دابا، الوباء ديال كورونا اللي مس بزاف ديال الناس اللي في تطوان اللي تتمنوا لهم بهذه المناسبه الشفاء العاجل. لعب ضد واحد الفريق يلاه طاح القسم الثاني، مورا المهم كما تنقول مورا المصعيب على المدرب والناس ديال تطوان يخرجوا الفريق من هذه الازمه، ولكن تنظن بان اللاعبين هما اللي خصو يخرجوا راسهم من هذه الازمه الا بغاو نسيو الجمهور التطواني. صحيح فد النتيجه فد السقوط هذا، على الاقل تلعب على كاس العرش تقدم كل شيء اللي عندك، لان كاس العرش عرفوا جوج مباريات القراص النهائي، مباراه اللي قويه بين فريق اللي تنعرفوا عتيد في الكره المغربيه، المغرب التطواني حتى هو في السنوات الاخيره اللي قدم واحد المستويات وفاز بجل الالقاب، نظن المباراه اللي كان فريق في القسم الاول دابا حتى المكانه ديالو تبدلات في القسم الثاني، تنظن بان المباراه غتكون قويه بزاف، لان المباراه غتوصلك للمباراه النهائيه. غنرجعوا ندوي على فريق المغرب التطواني عموما، نهضروا اكثر على فريق رجاء بني ملال، الخصم اللي غيواجه فريق الجيش الملكي. رجاء بني ملال اللي تمكن باش يوصل للنصف النهائي كاس العرش من بعد التفوق ديالو على حسنيه اكادير اللي كيحتل المركز السادس في البطوله ديال هذا الموسم هذا في القسم الوطني الاول، انتصر عليه في المباراه ديال الربع النهائي بزوج ديال الاهداف لصفر ارمون. رجاء بني ملال الخصم ماشي سهل. الخصم ماشي سهل، وحتى المباراه اللي باش ما نقولوش كانت بالصدفه فازوا لك المقابله، بالعكس فازوا عن جدار واستحقاق، قدموا واحد المباراه اللي كبيره، فازوا بجوج اهداف الاهداف، ولكن المباراه كما قلت لك كانت مباراه اللي كانت كبيره، بني ملال قدموا مستوى اللي كما تنقولوا تيليق بالاسم ديال بني ملال، وصلوا هذا النصف النهائي ماشي بصدفه، بالعكس بجدار واستحقاق. كاس العرش هذا هو الحلاوه اللي فيه، تكونوا بزاف ديال المفاجات، بني ملال ماشي مفاجاه، ولا تنقول لك الحلاوه ديال كاس العرش هو هذا الشيء، بزاف ديال المفاجات تيكونوا. بني ملال بدات كاس العرش بدات في القسم الاول، كملت في القسم الثاني بحال دابا اللي مع تطوان. تنظن بان اللعابه ديال بني ملال بعد ما صعدوش القسم الاول تيبقى لهم كما قلت لك قبيله هذا اللقب هذا باش يرضي الجمهور ديالو ويوصل للمباراه النهائيه. وي نمشيو فريق الوداد الرياضي، الوداد بطل المغرب امام فرصه جديده باش يعزز الرصيد ديالو من الالقاب بعد ما توج بالبطوله الاحترافيه خلال الموسم المنتهي. ففريق الوداد الرياضي دخل الاستعدادات ديالو بمدينه مراكش، يوم امس كانت حصه تدريبيه، اليوم كذلك غتكون حصه تدريبيه، فوز المنزرتي كان برمج حصه تدريبيه واحده اللي هي ديال يوم امس، لكن من بعد تاجيل ديال
تأجيل ديال المباراة ديال النصف النهائي ديال كأس العرب أمام فريق المغرب التطواني. فالبنزار تيبرمج كذلك حصة تدريبية هذا اليوم هذا. الوداد شفناه تابعناه معنويات مرتفعة أرمومن، الاستعدادات ديالو غادة بشكل مكثف من أجل مواجهة فريق المغرب التطواني والظفر ببطاقة تأهل النصف النهائي. وكما قلتي انت المورال طالع انك تفوز ببطوله، بطبيعه الحال اللاعبين كلما كانوا واحد الثقه اللي كبيره يكون عندهم الرغبه باش يلعبوا هذه المباراه النصف النهائيه باش يوصلوا للمباراه النهائيه. نعرفوا ان الوداد مده هذه ما 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 ما, ما مشات للمباراه النهائيه، يعني غيكون واحد الطموح كبير عند اللاعبين. اللاعبين عارفين المسؤوليه اللي عليهم، عارفين بان الجمهور ديالهم تيتسناو غيقدموا اللي كما تنقولوا في الجهد ديالهم، لان المباراه ماشي تلعبوش بزاف النهائيات ولا نصف النهائي ماشي تلعبش بزاف، تكون واحد الجيل محظوظ اللي غتدي بطوله وتلعب نصف النهائي ديال كاس العرش. تنظن بان الاجواء كلها بريبار الوداد لانك باش تفوز بلقب ديال البطوله ومن بعد غتلعب نصف النهائي ديال كاس العرش. يعني اللقب اللي كتطالب الجماهير تطمح ليه انت من شحال هذه، لان سنوات والجمهور ديالو تيطلب بكاس العرش، حتى اللاعبين عارفين المتطلبات ديال النادي وديال الجمهور. المباراه خصها تعطي القيمه ديالها، بعض المرات راه فاش تكون فيز بطوله وتتكون بانك انت تقول بانني انا الفريق اللي كما تنقولوا حنا اللي مرشح ولا غيفوز بذاك اللقب، تقدر بانك ما تعطيش للمباراه واحد القيمه كبيره. هذه تتبقى العمل ديال المدرب والعمل ديال الناس المسؤولين ديال الوداد، لان المباراه ماشي سهله وماشي سهله وماشي سهله وماشي سهله. المره الثالثه انك قد ما عطيتي القيمه للمباراه قد ما تتكون تواجد في ارضيه الملعب المباراه ما تكون سهله، والناس ديال الوداد عارفينها لاعبين واحد الفريق اللي يلا سقط القسم الثاني، المشاكل اللي واقعين ليه، الخلل اللي كاين دابا في المكتب المسير ديالو، شاشي يبقى الرئيس رئيس قدم استقاله ديالو، يعني كاين بزاف ديال الظروف، الوباء اللي جاب بزاف اللاعبين والمسير ما مشاش مع الفريق، يعني ما كاينش واحد الاجواء صحيه في المغرب التطواني. ولكن هذا الشيء ما تيعنيش بانهم غيدخلوا ما يقدموش واحد المباراه كبيره، لانك تكون واجد لاي كاع الظروف اللي غتكون في هذه المباراه. على الورق في كرة القدم على الورق تنقولوها، ولكن ما تتكلمش الوداد المرشح على الورق، على الورق ولكن واحد النسبة مئوية كبيرة في الكرة ما تعرفش بهذا الشيء هذا على الورق، ولكن في أرضية الملعب تلعب بالورق. مباريات الكأس هذا أرضية الملعب، أرضية الملعب خص اللاعبين اللي يقدموا مجهود اللي كبير ومجهود اللي كبير ويكون كبير بزاف، لأن باش توصل المباراة النهائية ماشي سهل، وفريق تلعب ضده حتى هو غيبغي ينسي هذه المشاكل اللي واقعة في فريق في المحيط ديال المغرب التطواني. تنظن بان المباريات كلهم غيكونوا صعيبه بجوجهم، لا ديال الوداد وتطوان لا ديال الجيش وبني ملال، لان كل فرق عندهم رغبه وحده هما يوصلوا للمباراه النهائيه. وي وكل فريق عنده كما تنقول الظروف ديالو، كاين اللي الظروف ديالو مرتاح بحال الوداد فيز بطوله مرتاح، كاين اللي فريق باغي يمسح انتكاسه ديال الموسم هذا، المسؤولين بغاو يمسحوا الاخطاء في اجواء ولا في تباري ولا بزاف ديال الاشياء، تيبغيو يصحوا بهذه المباراه النهائيه، لان على الاقل تيقولوا بان لا داز الموسم كارثي، على الاقل نديو نخرجوا بواحد اللقب. مباريات اللي فرق تاريخيه هما اللي باقيين في النصف النهائي، تلعب في مراكش عارف احنا الارضيه ديال مراكش ارضيه لا تكون جميله. نهايه الموسم غيكون لاعبين كما تنقول عياء، ولكن تنظن باقي لك جوج مباريات تقدر كما تنقولوا احنا تناسى العياء، لانك جوج مباريات غتاخذ واحد اللقب اللي غالي اللي غيفرح الجماهير ديالك. نتمنى ان شاء الله نشوفوا مباريات في واحد الايقاع اللي يكون مرتفع، واخا انا تنقول لك هذا الشيء كمتفرج اللي غنتفرج في المباراه، ولكن متتبع ولكن انا تنقول من دابا ما غيكونش واحد الايقاع اللي كبير، لان ربما ما ربما ما نشوفوش الكره، لان في المباريات ماشي في المغرب في العالم كله المباريات ديال النصف النهائيه والكاس، لان اي هدف غيجي فك خصك تبدل من الخطه ا للخطه بي غتبدل كل شيء. عندك مباراه وحده عندك مباراه وحده ما تقدرش تعوض، كل فريق تيلعب وتيحتاط باش ما يتشجعش على هدف. هذو هما المباريات ديال 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 الكاس، لان يعني ديما تكون واحد المفاجات، تقدر تلعب لكل الكل تخلي مساحات. تنعرفوا بان بني ملال من طبيعه الحال غيلعبوا مع الوداد على هذه الهجمات المباشره، انا المغرب التطواني مع الوداد، تنظر على بني ملال مع الجيش، يعني الى الجيش لعبوا الكل الكل وخلوا لي سباس ولا دارهم.
ابني من لا تنظر بانه فاز على اكادير بهذه الطريقه هذه. عنده لاعبين اللي صراع في الهجوم، نفس الشيء مع الوداد وتطوان، لان المدرب تيقول اهم حاجه في هذه المباريات هو التاهل، ماشي النتيجه. الى جاوا بجوج هذاك الشيء اللي تيبغي المدرب واش تيبغي الجمهور، ولكن في الاخر ديما تتحسب شكون اللي دا شكون اللي ما داش. هذه هي الصعوبه ديال المباريات ديال كاس العرش، لان مباراه واحده تقدر فيها اي تقدر تكون فيها اي مفاجاه. انا ما كنتش في نهارك والفريق الخصم كان في النهار ديالو، تنظر بانك تخرج من التباري وما ما تبقى تتباكى بانني لعبت مزيان ما لعبتش مزيان، الجماهير ما تيبقاش، والتاريخ ما التاريخ ما تيبداش يحكم شكون الفريق لعب مزيان قد ما تحكم على النتيجه. وي وي صحيح. ودائما مع التعليق ديالكم مشاهدينا، السقلي كيقول تاهل من الليالي ان شاء الله. كل فريق شوف هذه هي الحلاوه ديال الكره، كل فريق وكل جمهور كل جمهور عنده الثقه في اللاعبين ديالو، واللاعبين حتى هما خصو يكون عندهم الدعم اللي تعطيهم الجمهور خصو يردوه لهم، لان الجمهور فاش يعطيك واحد الثقه تعرف بان اعطي ثقه لواحد اللاعب اللي غيكون معاه راجل في هذه المباراه، لان هذه المباراه ما تتعاودش بزاف بالنسبه لبني ملال وبالنسبه للجيش وبالنسبه للتطوان وبالنسبه للوداد، ماشي كل عام تتلقى راسك في المباراه النصف النهائيه والمباراه النهائيه. الجمهور تيحب يكون الفريق ديالو في الالقاب في البوديوم، علاش تشوف كاع الفرق كاع الجمهور تيدعم اللاعبين ديالو تيدعمهم بالغالي وكما تنقولوا النفيس، لان هذه المباريات هذو تيخليو الفريق في المراتب الاولى بين الفرق المغربيه. وي تعليق اخر، صاحب ديالو ملقب راسو ببوكباخ ان شاء الله، كيقول ان شاء الله الكاس عسكريه. مساوي الحسن كيقول الكاس ديال الوداد ان شاء الله. هي علاش هضرت لك قبيله خالد، انا الى شتي جوعه الصديق ديالنا، المباراه اللي خلاته يظهر العايه، لانه الناس كاع يعرفوا نهائي ديال كاس العرش مجد المدينه مع الصاد، وكان هو اللي سجل من بعد جا واحد البيت الرشاد البرنوصي، اللاعبين ديالو وصلوا المباراه النهائيه ضد الجيش وقدموا مستويات كبيره، وعرفنا المباراه التاريخيه ديالو ضد الترجي العام اللي فات طاس، قدموا مباريات كبيره، شحال من لاعب ظهر وشحال من لاعب التحق بفرق اخرى. يعني تنقول لك بان هذه المباريات هذو تعطي واحد الدعم للاعبين، تعطيهم واحد المكان فين يظهروا المؤهلات ديالهم. تنعرفوا بان في القسم الثاني ماشي تناقلوش بزاف ديال المباريات، اللاعبين ديال بني ملال غيبغيو يعطوا كل شيء اللي عندهم باش كما تنقولوا يقدموا راسهم للفرق. بالنسبه لهم هذا الماتش فرصه كبيره، علاش؟ لان هذه المباريات ما تعوضوش بالنسبه بزاف ديال اللاعبين. تتكون الحلاوه، تتكون الجماليه ديال المباريات، كل فريق تيلعب على الحدود كما تنقولوا الاخر نفس، لان عندك 90 دقيقه تيكون الحدود متساويه. الفريق القوي حتى هو تيكون خايف، لان تيقول نقدر نلعب الكل الكل ونتحكم في المباراه ونخلي السباس ورايا والفريق هذاك هو الضغط. هذاك علاش كان المباريات ديال الكاس ديما كانوا تيكونوا فيهم مفاجات، لان شحال هذه كانت تيوقع ما كنتيش تشوف بزاف ديال المفاجات. علاش؟ اللي كان واحد الفريق تيمشي في دوزام ايكيب تيلعب ضد واحد الفريق تكون المفاجات تربحوا بواحد الزيرو جوج لواحد، في الروتور تيدخل لك الفرقه الرسميه تيربحك في الملعب ديالو بثلاث الاهداف، ما كناش نشوف بزاف ديال المفاجات. ولكن فاش دار مباراه واحده تنظن بان الى غلطتي غتخلص غالي، الى درتي واحد الخطا في التشكيله ولا درتي خطا في النهج التكتيكي ديالك غتخلص غالي، لان ما عندكش مباراه ديال التعويض وما عندكش كدير تعويض في الاغاتق. يوسف كاسا مباراه الجيش الاخيره مع الوداد لا تعكس المستوى الحقيقي للجيش الملكي. شوف الماتش الاخير ما بين الجيش الملكي والوداد، خصنا نبداو نفرقوا بين البطوله والكاس. كل مباراة عندها القيمة ديالها، هذيك المباراة ديال الوداد والجيش ما كانش عندها واحد القيمة، لأن الوداد فاز بالبطولة والجيش كما تنقول المرتبة الثالثة اللي ضمناتها ما بقاوش كما تنقول لاعبين على واحد الهدف. المباراة ديال غدا كل فريق المباراة ديال نهار الأحد كل فريق عنده الأهداف ديالو، كل فريق تيشوف الطموحات ديالو فين غنوصل، حتى اللاعبين غيدخلوا كما تنقولوا متحمسين. لا ديال الجيش لا ديال بني ملال لا ديال تيطوان لا ديال الوداد، كلشي غيدخل متحمس. ولكن فاش تقارن لي هذه المباراه ديال البطوله وماتش ديال الكاس، ما خصناش نقيموا مابقاش نقيموا اللاعبين ولا الطريقه ديال اللعب ديال المدرب ولا التشكيله بين البطوله والكاس. واخا تكون البطوله كاع عندها اهميه، المباراه عندها اهميه في البطوله، ما نقدروش نقارنوها مع المباراه ديال الكاس، لان البطوله عندك الحسابات ديالك، اش بغيت من عند هذه المباراه هذه، اش بغيت تفوز بغيت تعادل، تتبقى عندك الحسابات تقدر تعوض من بعد. ولكن تنظن في ان
مباراه ديال كاس العرش ما عندكش كي تدير تعوض. الطريقه اللي غتربحك هي تلعب بها، غتلعب واحد النهج اللي تيكون كما تنقولوا بين الهجوم وبين الدفاع، تيكون كما تنقولوا اللي تيكون واحد بواحد الطريقه اللي حاديره، تنهجم ولكن تنهجم كما تنقول ماشي بواحد الكثافه عدديه كبيره. ديما تنخلي كما تنقولوا ورا ظهري اللاعبين اللي غيحموا لي ورا ظهري. ما خصناش نبقاو كما تنقولوا نقارنوا بالمباريات ويمشي تشابوش بعضياتهم، لان كل مباراه عندها النتيجه ديالها اش تهمني واش ما تهمنيش. وي يوسف كاسا، اتوقع ان الاقرب للفوز بالكاس هو الجيش الملكي، لانه اقصى اقوى فريق بالمغرب هو الرجاء. هذه ستبقى مباراه كلاسيكي ديال بين الرجاء والجيش، ستبقى عندها كما هي. قلت لك انا هذه المباراه تلعب في كاس العرش، تلعب في اي بطوله في اي دوري ولا اي بطوله، غتكون عندها الحلاوه ديالها بوحدها، غتكون عندها واحد التركيز ديال اللاعبين بوحدها، لان تنعرفوا المقابله النديه تدوز بين الرجاء والجيش. الجيش تكون عندهم كما تنقولوا واحد الرغبه باش يفوزوا على الرجاء، تكون هذه حاجه عاديه. الرجاء بنفس الوقت تكون واحد الرغبه باش يفوزوا باش يفوزوا كلاسيكو، تيكون اللاعبين كما تنقولوا ما دير لهم المورال حتى، كل اللاعبين كلهم عندهم المورال. تتبقى مباراه من القمم ديال البطوله المغربيه اللي في كاس العرش اللي في وشفنا الجيش الملكي مره تربح الرجاء مره تربح الجيش، هذا الشيء على حساب الرجاء في كاس العرش، الرجاء تفوق في البطوله. تتبقى مباراه بوحدها، مباراه تتبقى هذيك مثلا نديرو عنده واحد القيمه اللي تتبقى القيمه ديالها بوحدها، لان المباراه عندها واحد الطابع خاص. ولكن فاش تجي لكاس العرش تتلعب ضد واحد الفريق ديال اللي يلعب ضدك اللي هو بني ملال تا عارف مع من لاعب، حتى المدرب راه ما غايديرش المورا اللاعبين ديال بني ملال، لانهم عارفين اللاعبين ضد الجيش الملكي خصهم يكونوا في النهار ديالهم 100%. يعني حتى هما راه غيدخلوا بواحد الحماس اللي زايد بزاف. تتبقى الضغط يبقى على المدرب ديال الجيش، لانه هو اللي خصو يحمس اللاعبين، وخاين نصف النهائي خصو يحمس اللاعبين بواحد الطريقه اللي كبيره. لان تنعرفوا هادشي ما تنقولش لك بان بني ملال ضعيفه، ولا تنقول لك بان كل فريق عنده القيمه ديالو التاريخيه. اللاعبين ديال بني ملال غيدخلوا بانهم غيدخلوا لاعبين ضد واحد الفريق اللي هو الجيش الملكي، لاعبين مرشح، اللاعبين اللي غيدخلوا كما تنقولوا محمسين وقدموا مباراه كبيره. عندهم ما يخسروا، عندهم ما يخسر رجاء بني ملال، ولكن غتكون واحد المباراه اللي قويه ومباراه اللي جميله بين الفريقين بجوج. وي عموما دائما مع التعليق ديالكم مشاهدينا. عز الدين الحسني كيقول تطوان بني ملال في النهايه. شوف راه ما بعيده حتى شي حاجه في كاس العرش. شوف علاش قلت انا في الاول ان كاس العرش كل فريق تيبقوا عنده كما تنقولوا 50% 50%. لان 90 دقيقه عندك الفريق اللي تيلعب ضدك حتى هو عارف بان 50% ماشي ديالو، الا لعب هو من الاول كما تنقول طمع في الماتش ومشى وخلى لي سباس ولا دارو، غيلقى واحد المشكله كبيره وصعيبه باش تعوض في المباراه ديال كاس العرش، لان الهدف تيكون بواحد الثمن اللي غالي. صحيح. الا تبدل لك الهدف خصك تخرج تقلب على هدف اخر. اول حاجه الفريق اللي تيشي الهدف تيدير طلع ليه المورال، تيولي كما تنقولوا كما دار الكره تمشي معاه، تياخذ الثقه اللي ما تتكونش عنده اللي في الاول، تيقول تكتسب ثقه وسط المباراه. تنظن بان المدربين كلهم تيدخلوا هما النيه ديالهم بانه اول حاجه ما يتسجلش عليا ونسجل في اي وقت. وي دائما مع التعليق ديال عز الدين وكيقول المغرب التطواني غير راض على السقوط الى القسم الوطني الثاني. عاود لي هذه غير راضي. اي فريق في القسم الثاني ما تيكونش راضي. ولكن راه اللي قلت لك في الاول ويتوقع تطوان تفوز باللقب باش يعاودوا ذاك السقوط. انا قلت لك في الاول قلت لك الامال ديال المغرب تطواني، ولكن تنقول لك في البطوله بالنسبه لي كنت 30 ماتش وكثر الدور الاخيره بالنسبه للمغرب تطواني، خمس المباراه الاخيره كلهم نهزم. يعني ما كانش بين يدك كل شيء، كنت بعيد على الحسابات. ونهزم بنتائج كبيره مع الوداد ومع الرجاء في كازا. كنت بعيد من الحسابات، دخلت راسك للحسابات. تنظر بان ثلاثة ولا أربعة الماتشات في الوقت اللي المنافسين تتيربحوا ولا اللي كنتي انت هربان عليهم كانوا تيفوزوا. كانوا كيفوزوا استغلوا الانهزامات اللي تصير ديالك. علاش المغرب تطواني خص الحسابات خص تكونوا ما بيناتهم، لان كون كنت تنتصر حتى وتنتصر الاخرين نقولوا ولكن انت تتنهزم تعطي واحد البلوس للفريق المنافس ديالك اللي لعب معك على النزول. تنظن بان المشكل كان عند تطوان داخل اكثر ما كان عند الناس برا. وي عز الدين تطوان غدا عز الدين اخر.
اتمنى وصولتي طوال النهائي لتونسيه انا صدمه منذ واكيد انا من غير يعاود احنا من الناس اللي تصدمنا بان تطوان طاحت تصدمنا بان قنيطره طاحت ولكن تنقول الصدمه ما ماشي العمل تيبقى بوحده وتصدمنا تبقى بوحده تصدمتنا ما بغيناش المغرب تطوان يطيح بغينا حتى شي فريق لكن هذه السنه ديال الكره في سنه الحياه في الكره القدم دار خصنا نطيحوا ديال الفرق فريق تنقول لك اللي هو تيحط راسه في المأزق هذا ما عندك ما دير ليه لان التاريخ ديال تطوان تنشهدوا ليه كاملين تنظروا بالاداء اللي كان تيقوم به ولكن تنظن هذه السنه ما كانش في الاحوال ديالو ما تقدرش تبغي فريق اخر اللي يطيح لان الفريق اخر تو عنده جمهور ديالو جمهور تو تيضارب على النتائج اللاعبين تقاتلوا باش ما يطيحوش صحيح تنظن بان الكره القدميه هذه التاريخ تيبقى كما تنقول تيبقى ولكن الحاضر هو اللي تنهضروا عليه المغرب تطواني بان تنظن بان بعد ثلاث سنوات الانعتاق من القسم الثاني السنه هذه تنظن بان تعجلات المأمورية ديالو هبط القسم الثاني لان ماشي عيب تهبط القسم الثاني ولكن خصك العمل وكما قلت لك البارح بس رجع في اقرب وقت تكاتف الجهود اكيد عموما جاكوار هولاكو هذا تعليق الاسم ديال الحساب ديال السي اللي مكومونتي لنا الوداد هو المرشح الاول للظفر بالكاس الغاليه اي كاس العرش اللي غابت على خزينه الوداد على الخزينه الوداديه بسبب المشاركه ربما بغى يقول بسبب المشاركات دائمة في العصبة هي على الأدوار النهائية هي على الورق الجيش الوداد على الورق وي إلا شفنا الفرق الأربع اللي كاينين في النصف النهائي ربما الوداد هو المرشح الأول نهضرو شوف والجيش الملكي نهضرو على النتائج والكلاسمون ديالو في البطولة وي الوداد والجيش هادو هما اللي ولكن في كرة القدم ما كاينش ما تمشيش بهذا الشيء هذا الملعب ما عندوش هاد لا ما غاتمشيش بهاد المعطيات هادي الا ما كانوش هاد الفراقي في نهارهم ما كانوش واجدين وي وهاد الفراقي كانوا واجدين تنظن بان الفرق هما اللي غيفوزوا على الورق ولكن في ارضيه الملعب تتشوف اللاعب اللي عنده واحد الطموح اللاعب اللي داخل بواحد الرغبه اللاعب اللي باغي المباراه هذاك الشيء تيبان في ارضيه الملعب واحد الفريق عندك لاعبين سميات عندك كل شيء عندك انت ولكن اللاعبين ما باغينش يلعبوا اللاعبين ما داخلينش في المباراه اللاعبين ما غاداش معاهم الكره لانهم هما في الاول ما تكونسونطراوش للماتش اش تستنى الكره تماركا بوحدها لا الكره تعطي الشخص يشاهد صحيح الا كانوا اللاعبين ديال بني ملال وشيطوان غيتشاهدوا ارضيه الملعب واللاعبين ديال الوداد والجيش كما تنقول غيبغوا يلعبوا بالاسم ما غاتمشيش الكره ولكن يلعبوا بالاسم والمجهودات ديال اللاعبين تنظن ديك الساعه نشوف واحد المباراه اللي غتكون قويه وقويه وديك الساعه الفريق اللي غيستغل المحاولات هو اللي غيفوز. دائما مع التعليق ديالكم مشاهدينا يوسف كاسا قد نشاهد قمه في النهائي بين الجيش والوداد وستكون مباراه نهائيه ممكن. كلشي علاش قلت لك واحد القضيه راه في المرشحين راه هما اللي مرشحين وي الفرق الاخرين غيمشيو حتى هما كما تنقولوا باللاعبين اللي عندهم غيمشيو يقدموا واحد المستويات كبيره ويكذبوا الاقاويل هذه وي يقولوا حنا راه فريق اللي مرشحين عندنا في كاس العرش نقول 50 50 كل فريق عنده 50 50 الا مشيتي انت وحاقر اللاعبين ديالك وحاقر المجموعه ديالك وكما تنقولوا دخلتي وانت مهبط يدك راه على عبد الوداد لا عبد الجيش هذاك الشيء اللي باغي هذاك الشيء اللي باغي الوداد والجيش ولكن الا دخلتي انت وتيق في اللاعبين ديالك وتيق في المجهودات ديال المدرب ديالك والعمل اللي درتي على طول الاسبوع تنظن غيلقاو معك مشكله كبيره وديك الساعه تنقول لك بان يلقاو صعوبه في المباراه ولكن على الورق كما قلت في الاول راه الجيش والوداد والدومي فينال عموما اللي فيها ربعه ديال الفرق زوج كاينين في القسم الوطني الاول واحد نزل بصفه رسميه القسم الوطني الثاني وواحد ديجا في القسم الوطني الثاني فالنتيجه ديالها او النتيجه ديال هاد زوج مباريات فهما ما كيعنيوش فقط الفريق اللي كاين في الدومي فينال بل غينعكس حتى على فريق نهضه بركه اللي كيحتل المركز الرابع بحاله التاهل ديال الوداد وديال الجيش الملكي النهائي غدوز بركان غدوز بركان لكاس الكونفدراليه راه هادشي اللي قلت لك لان فرق اخرين تيتسناو هذا النصف النهائي اللي شنو واحد اللي كانت واحد كان صراع الرابع كان صراع كبير بين 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 وجده وبركان وشفنا بركان ما نزلش يديه حتى ما نزلش يديه وكانت واحد المباراه اللي تنظروا انا لعبات بروح رياضيه ضد المغرب تطواني فاز على المغرب تطواني لان علاش هذاك المره فاش يكون
فاش يكون عندنا في البطوله بزاف ديال كل فريق كل الفرق كلهم عندهم واحد الرغبه ياخذوا واحد المرتبه غنشوفوا مباريات اللي كبيره غنحيدوا الكلام ديال التلاعب اللي تنسمعوه بزاف وهذا عطى هذا وهذا عطى هذا علاش لك انا تتمنى بانها نديروها في مؤخره الترتيب لا الفرق اللي مثلا اللي احترت الصف الاخير قبل اخر اخر تهبط ديريكت واللي اللي من وراهم يلعبوا واحد المباراه السد ولا جوج يلعبوا مباراه ديال السد غتلقى بطوله اللي غدوز كلها حماسيه شفنا دابا بان المباراه الاخيره بركان لعبه باش تمشي للصف الرابع تطوان لعبه على تفادي الهبوط الشباله تيكون واحد المباراه اللي قويه هذا الفريق عنده هدف والفريق عنده هدف في الاول ما كناش نشوفوا حنا هذا الشيء هذا كنا تنشوفوا الفريق الاول والثاني وتنبقوا البطولات وكان فين في واحد المكان اللي وسط الترتيب اللي حتى ذاك الافتخاء اللي كيخلي ذاك القيل والقال لاننا كفريق نقدر ما نديرش كاع داك الشيء ولكن داخل اللاعب مبرد لانني ما عندي حتى شي حاجه ما عندي لا ارباح كما تنقولوا انا قلاجه في المباراه تندخل نعرق لان عارف العقليه ديال اللاعب المغربي واللاعب العربي بصفه عامه انا مع المباراه ما ماديه ليا ما جيبها ليا غندخل نعرق كما تنقولوا حنايا جاب الله ربح هو هذاك ما جابش الله هو هذاك ولكن دابا ولينا تنشوفوا بان كل فرق تلعب على شي حاجه بركان جالسه وتتسنى تتسنى هذه المباراه هذه ابن ملال باغا تلعب بطوله ديال الكاف وتيطوان باغا تلعب بطوله ديال الكاف هذا الشيء يبين لك بان هذه المباريات هادو عندك فينا ديال كاس لارج وعندك واحد البطوله اخرى اللي خارجيه اللي تلعب عليها علاش قلت لك انا في المباراه غتشوف بان كل الفرق غتبغي توصل للمباراه النهائيه صحيح دائما مع التعليق ديالكم مشاهدينا نوفل محمد تطوان راجعه هذا العام ان شاء الله تيلي كنتمناو كنتمناو مغرب تطوان احنا اش قلنا البارح هضرنا على تطوان الى الجهودات ديال 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 الناس ديال المدينه كلها تجمعات غترجع دغيا الى بقاو هاد التطاحنات والصراعات تنظر بان غتعطل لان اللعب ديال دوزام ديفيزيون ماشي ديال برومان ديفيزيون اللعب ديال دوزام ديفيزيون الفرق كلهم كما تنقول لك باغيين يصعدوا للقسم الثاني وشتنا التشيره راه عامين لا شتنا التشيره عامين وهي تتصارع مع ثلاث سنوات تتصارع باش تطلع وصعوبه وما قدرش تطلع ما طلعتش ودابا راه حيدوا المدرب تنقول لك بان انا عندهم رغبه باغيين يطلعوا تنقول لك بان القسم الثاني عندك فروق عندك حسابات اخرى وعندك فروق اللي باغيين يوصلوا للقسم الاول خصك مبالغ ماليه خصك تنقلات راه تزيدوا الطوال ديال المسافات لانك غتبدا تسافر المسافات بعيده الامكانيات ديال الفرق هذه ماشي هي الامكانيات ديال الفرق حتى حتى المنحه في الاول القسم الاول دابا سميتو دابا الفرق راه كيديبلاصاو بالطائرات راه شفنا الحالات الجويه ولكن القسم الثاني الامكانيات كتختلف المسافات طويله في القسم الثاني تنقول لك انا المغرب التطواني الى تكلوا الجهود ديال انا بالنسبه مجهودات ديال المدينه كلها حيت سمعت واحد التصريح خرج ابرون قال لك باننا نرجع انا العام الاول نطلعها والعام الثاني هذاك الشيء اللي بغينا احنا وانا نجيب ناس معاك اخرين اللي يخدموا لان بغينا ولا كرهنا ابرون قدم واحد الاشياء تاريخيه في تطوان هو العائله ديالو هو الابناء ديالو قدم واحد الالقاب اللي كانوا نقولوا كانوا بعاد على الخزينه ديال تطوان من زمان جاء وكما تنقولوا حنا دار واحد المشروع ديالو هذاك المشروع ديالو كان خصو يكمل به هو واخا كون مشى كان يخلي الناس يكمل لان كيفاش غيجي سي ابرون دابا غيبدا عاوتاني ازيرو وغيتبع هذاك المشروع اللي بدا في الاول كون كملوا كون جا هو دابا غنلقى واحد كما تنقولوا يلقى المشاريع اللي داروا يلقى لاباس يلقى كل شيء ولكن بغينا ولا كرهنا ابرون دار واحد الخدمه اللي كبيره في تطوان الى قال هذه الهضره تنتمناها الى قال هذه المره على الاقل يخلي حدام عنده الابن ديالو اللي شاب كان يخليه يجيب شباب اخرين ولاد المدينه حتى هما يعطيهم ديك التجربه اللي خدا في الحياه ديالو لا الرياضيه لا بزاف ديال الاشياء السياسيه ديالو اللي خدا ويعطيها لهاد الشباب هذا ويخلي عندهم كما تنقولوا واللي هو واحد كما تنقولوا حنا تهضر على قنيطره تمشي عند دومو تمشي عند تهضر على بزاف الفرق تجبد واحد الشخصيه اللي مرموقه اللي خلات ولكن ربما حتى هذا ارتباط الفرق بالشخص ولكن علاش قلت لك انا كون خلى المشروع انا ما قلتلك الشخص قلت لك كون خلى المشروع ديالو وخلى الابن ديالو وخلى اصحاب الابن ديالو وجاب الناس من المدينه اللي شباب واعطاهم كما تنقولوا ذاك الفرصه والفرقه غاده كانت غادة تيطون فرقة غادة وطلعوا هما كيما تقول ديك السفينة وطلعوا هذاك التران ويبقاو غاديين مكملين غتلقى بأن تيطوان غادة في واحد فاش خرج هو تنظن بأنه خرج كل شيء ديالو وقال لهم هاكوا الفرقة تنظن هذا هو الخطأ اللي دار أنا أبرون بالنسبة لي ولكن
هو اللي عارف الظروف علاش خرج، عارف واش يمكن راه حاربوني، حيت هو خرج قال لك راه حاربوني وبزاف ديال الاشياء. حيت هو المشكل عندنا كيقول لك وا جات واحد الوقيته كلشي ولا تيقول لك ابرون مباركه ابرون. شوف راه حنا راه المشكل حتى هو كيقول لك هذا كيقول لك انا حطيته ومشيت. شي المشكل ديالنا حنا هي انا خصني نعرف راسي امتى بارك وامتى ما باركش. انا كشخص هو كشخص علاش قلت لك انا فاش تعرف راسك انت راه عطيتي كلشي ديتي القاب ديتي كلشي تتخلي الخالب ديالك تقدر تخلي الابن ديالك تقدر تخلي واحد اخر تقدر تخلي المخارطين تصوتوا على واحد اللي غادي ولا النائب ديالك اللي عارف هو المشروع كي غادي خصو يكون غادي بحالو كالتسلسل اللي غادي حنا تدخل شي خرج المكتب كله واش تدخل المكتب عاود جديد عاوتاني تيقول لك لا راه ندرسوا الاخطاء اللي دار المكتب القديم شوف تيطوان كانت غادا بواحد السياسه اللي كانت كما تنقولوا السياسه اللي كانت ناجحه كان يهبط كما تنقولوا حنا ابرون ويطلع واحد اخر ويكمل نفس المشروع ابرون دار واحد العمل كبير في تيطوان كونوا صريحين ولكن ما كملش ما كملش بعد الذهاب ديالو هو ما كملش دابا تنشوفوا النتائج اللي وقعت فيها دابا تيطوان وي دائما مع التعاليق ديالكم مشاهدينا عز الدين الحسيني هاد المباريات غتكون فيهم ضربات ترجيح بني ملال غتلعب على التعادل هادي راه ماشي كيشوف ربما الماتشات غيمشيو حتى لضربات ترجيح شوف هادي راه غيكون واحد النسبه مئويه كبيره لان الفرق بجوجهم غيكونوا خايفين كما تنقولوا لعبوا واحد الطريقه هجوميه 100% ما حدا ضروري تتلعب وتاخذ الاحتياطات ديالك صحيح ديما في المباريات ديال النصف النهائي والنهائي ديما تتسالي بواحد قليل فاش تلقى سالت واحد الحصه كبيره ديما تتسالي بواحد زيرو ضربه الجزاء جل واحد ولكن الا بغيتي هذه المباراه تولي جميله وتولي كما في الايقاع فاش تجي الهدف الدقيقه الاولى تتبدل الايقاع كل ديك الساعه تخرج تلعب اللي سمعك على بيت تخرج تلعب ديك الساعه تشوف الجماليه ديال الاهلي ربما هو كيشوف الامكانيات ديال فريق رجاء بني ملال واختلافها مع الامكانيات طبعا ديال فريق الجيش الملكي كندوي على المستوى ديال اللاعبين ربما فريق رجاء بني ملال غيبغي يجر فريق الجيش الملكي للتعادل ومنها لضربات الترجيح هادشي ربما اللي كيشوف خصنا نشوفو لا وعنده الصح لان هذه الافكار ديال المدربين ولكن المدرب ديال بني ملال واش يخرج من هذا النطاق هذا ولا ما يخرجش منه واش يقدر يقول انا نفاجئ الجيش انا الاول اللي ناخذ المبادره انا بالنسبه لي موافقه تقريبا بواحد 99% في الهضره اللي قال لان كل واحد خصو يحترم ولا يقدر القيمه ديالو هو يولو يلعب على النقاط الاول حاجه انت تعطي انت تتعرف النقاط كما تنقول تعرف القيمه ديال الفرقه ديالك والقيمه ديال المنافس ديالك من حقي نعطي القيمه للمنافس ديالي القيمه اللي تتسوى كما تنقولوا القيمه ديال الفريق اللي لعب ضدي ولكن ما نزلش من اللاعبين ديالي تلعب على القوه ديالهم اللي عطاهم الله كما تنقولوا الخدمه اللي تندير انا تقدر تجي فرصه تقدر تجي فرصه ونسجل هذاك الشيء تيبقى على الاستعداد النفسي ديال اللاعبين ديال بني ملال لانهم ما غايجيهمش فرص بزاف ولكن الا كان عندهم واحد القناص يقدر يسجل الجيش الملكي تتحتاط من هذه الفكره هذه تقول لك بان غيجيو لنا واحد البلوك دفاعي ويبقاو يتسناونا وغيلعبوا لنا على الهجمات المضاده علاش لك هذه المباريات ديما في العالم كله ماشي في المغرب ديما تيتلقى هذا الايقاع اللي تيكون متوسط ومتوسط بزاف والمباراه تتسالي بين هدفين لواحد واحد لواحد ضربه الجزاء وما تتكونش ديك الحلاوه ديال 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 وقد ما انت تزيد في المنافسات واش تلقاها صعيبه لان حتى المباريات ديال النهائي تلقى مباراه ممله في العالم كله ماشي ممله ما تتبغيش تفرج فيها كاع علاش لان كل فريق خايف يتسجل عليه الهدف والهدف يقدر يدير ليا بطوله والهدف يقدر يدير تاهل كلشي تيلعب كما تنقولوا على الـ على الـ على الـ على الـ على الـ على الـ الحرص انه ما يتماركاش عليا الهدف لا بني ملال لا الجيش افكار دخل بها المدرب الاولى ما يتسجلش عليه الهدف ولا قدرت نسجل انا راه عندي مهاجمين اللي عطاهم الثقه الكامله سي حميد من سيدي عثمان سيدي عثمان ديالنا هو عرفتي سيدي عثمان هنا ولا لا سيدي عثمان هنا في كازا مرحبا ولد الدربات ياك ملقب راسو بالجاكوار في فيسبوك تطور او كيشوف تطوان ستجد صعوبة للصعود لان فرق القسم الثاني ستلعب بحماس اكثر مع فرق قسم او مع فرق القسم الاول ما فهمتش فسر لي عاود اقرا وحنا غنعاودو لك المغرب التطواني سيجد صعوبة للصعود لان فرق القسم الثاني
ستلعب بحماس اكثر. هذا باش تهضر على العام الجاي. وي من اجل الصعود، انا نصلح واحد الخطا ربما كاين في التعليق ديال السي حميد، كيشوف باللي صعيب هادشي طلع العام الجاي. وي وي هادشي اللي كيشوف. شوف الا كان الا كان اخويا بقاش ناطلع هبطات وطلعت. وي طلعت الا كان الا كان هبطات وطلعت. هبطات وطلعت. الا كانت الرغبه ديال 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 الناس ديال المدينه ويبقاو محتفظين على نفس الفيكتيف اللي في الفريق ويدعموهم كما تنقولوا كما تنقولوا بجميع الاشياء اللي خاصه اللي كان عندهم خاصات فيها دابا غيساعدوا. واخا كاينه منافسه اللي قويه ولكن تنظن بان اللاعبين غتكون عندهم واحد التجربه اللي كانت سبيسيال. الوطن الثاني الا عندك مشروع وعندك فلوس غتطلع. شوف هذا هو الواقع. لا لا ماشي واقع، الواقع عندك انت اخويا. هادشي اللي كنشوفو. خصك لاعبين. شوف مشروع شوف. مشروع خصك لاعبين اول حاجه، وخصك الفلوس. خصك الفلوس وخصك الامكانيات وخصك الملعب تيطوان باش كتخو باش تلعب. تنقول لك بان حتى حيت كاع الفرق عندهم لاعبين ديالهم، ولكن الجوده ديال اللاعبين وكاينين شي لاعبين باش تكونوا واقعيين عندهم واحد الخاصيه ديالهم بوحدهم. كاين اللي تعرف يلعب في القسم الثاني وكاين اللي تعرف يلعب في القسم الهوات، تتجيبو باش يطلع لك فرق انه تيعرف الخبايا ديال 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 اللعب ديال الدوزيام ديفيزيون تتعرف. ولا بغيتي تقول لي لا عموما ما هات الدوي، نقول لك ساهله اي فريق تيطلع القسم. كاينين المدربين اللي متخصصين في الدوزيام ديفيزيون كيطلع لك الفرق. كاينين 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 فرق اللي تيصعدوا القسم الاول شحال تجيبوا من لاعب وشحال تيبقى عندهم من لاعب ديال البطوله ديال القسم الثاني ملي كيطلعوا. ما كيبقاش عندهم انتدابات انتدابات. هادشي علاش نقول لك كاينين كاين لاعبين اللي معطياهم هاد كما كاين المدربين. كاين المدرب شتي شفت المدرب باش يطلق. لا حيت كنشوفوا هادشي. وكاين المدرب اللي عندهم يلاه سيدي كاين المدرب اللي عندهم ولاعبين متخصصين بالصعوبة. انت خصك تجيب منهم واحد جوج ولا واحد ثلاثة وتكون عندك واحد اللاعبين ديالك وتتمشي كما تنقولوا حنا تتوكل على الله، ولكن تنقول لك خص الدعم ديال المدينة، خص الوسائل اللي غتوجد للفريق ديالك. عاد نهضروا على الصعود القسم الاول، لا ما كانش تكاتف ديال المدينه كلها تنظن صعيب وصعيب بزاف. وتنشوفوا دابا كما قلت لك قبيله فريق اللي ثلاث سنين هو تينافس صعد القسم الاول ولقي صعوبه كبيره. وي وي صحيح. عموما نوفل محمد فوقاش لاعبين تطوان في الكاس واش نسى واش غير المشكل عند تطوان هو اليوم الاحد المرض ديال اللاعبين ديالهم كوفيد. كوفيد 16 اصابه 4 لاعبين تنظن ان القانون بين في غتلعب هما طالبوا بالتاجيل. كاين الماتش اكدت الجامعه الملكيه المغربيه بغيت تلعب اليوم غد. تعجبني هذا النهار واحد تعجبني باش غتلعب. تعجبني انا كانوا غيلعبوا اليوم 31 اللهم يلعب 31 حيت بحال 31 بحال كاين اجلوا حتى اليوم غد يوم واحد. واش كوفيد تيبرا بنار؟ ما عرفناش ولكن تقدر تسمعش واحد ما فيهش. نصف النهائي كله تاجل. انا معاك. شوف الى 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 كان عندك واحد القانون وي خصك تطبقه. حيت نهار واحد ما فهمتيني هذاك اللاعب اصلا ما تدربش. جوج لعابه راه تقريبا واحد الاسبوع دابا ما تريناش. من انا دابا نقول لك بان راه من النزول فاش لعبوا في بيرجيكو تنظن بان بزاف ديال اللاعبين تلقاهم ما حضروش الحصص التدريبيه لان كما قلت في الاول تيكون المورال نازل ما تبغيش تمشي. خصك تشوف كنت شفتي ارمو من انا شفت انا قلت لك دابا شوف اللاعبين مدمرين. شوف راه العمل ديال سنه راه التاريخ ديالك وي تيبقى الاسم ديالك تيذكر بانك نزلت كنتي لاعب في المغرب تيطوان اللي هبط القسم الوطني الثاني صحيح. علاش كان دابا كان يتلعب اليوم غيتلعب غدا تنظن بان الاجواء تبقى هي هي وي اللاعبين غيبقى عندهم مورال هو 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 المباراه غتكون صعيبه وي ما غتكون ساهله. تيطوان اللاعبين ديالهم كما تنقولوا عندهم ازمه عندهم الوضعيه بزاف. الا كانوا لاعبين اللي عندهم ذاك الطموح يقدروا يردوا الجمهور ديالهم في هذه المباراه يقولوا ندخلوا نقدموا واحد المباراه كبيره ونتقاتلوا ونسيو الجمهور ديالنا هذه الكبوه هذه المباراه ديال النزول هذه. كانوا لاعبين اللي تينزلوا يديهم بسرعه تنظن بانها غتكون ماموريه صعيبه وصعيبه عليهم بزاف. انا كنتمناو فريق المغرب التطواني تكون بالنسبه لي هذه سحابه صيف عابره وفريق رجع في اقرب وقت للمكان ديالو في القسم الوطني الاول. عموما نمشيو الان للحديث على العاب القوى في اولمبياد طوكيو. العاب القوى الابطال المغاربه او الرياضيين المغاربه الابطال ملي كتدي الميداليه.
وانا قلت لك نوجيو علينا الطامي تدي ميداليات تدي الميداليات باش تكون احنا البطل اللي كاين هو نهضروا القروش نهضروا على سكاح نهضروا على بزاف اللاعبين اللي داو بزاف ديال الالقاب داو بزاف ديال الميداليات بالعكس القروش كما نقولوا اللي دار شي دار انجاز اللي ما عمرو دار يدي جوج ديال الميداليات في اولمبياد اولمبياد كان عندنا واحد القدوة هو القروش قدوة عويطة قدوة في النساء كان المتشوكي زبيد وان هادو اللي تنعرفوا حنا اللي كانوا رياضيات اخرين اللي داو القاب صحيح على عندنا هادو ما نستفدوش منهم حتى ما استفدناش منهم كمؤطرين ولا كمدربين نديروا معهم مشرفين يبقوا معنا في الاداره يجيو يمشوا معنا في المعسكرات يحضروا في التدريب حتى يعطوك واحد الدعم انا تنجري قبل ديال القروش راه غنسولو غنسولو بينو بينو كاع شي اسئله اللي غيقول لي هو كان تيخدم هاكي كنت ندير اش كنت ندير اش كنت ندير هاكي كنت نمشي في الايقاع ديال 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 التباري ها امتى كتنهز الريتم امتى كتنهبط هاكي كنت ندير كنت ندير الا ما استفدناش من هادو من من غنستافدو وكانت عندنا حنا كنا تنقول لك نوضو الصباح بكري باش نتفرجوا ثلاثه اربعه ديال الصباح باش تفرجوا في القروش عويطه وكنا كنقولوا حنا بان عطى واحد القيمه مضافه للرياضه المغربيه كنا نزيدوا لقدام كانوا عندنا جوج خصهم يولوا اربعه كانوا يولوا سته صحيح باش يبقى عندنا حتى واحد كنتي تكتشف القاعده كانت في الملاكمه كنا كان عندنا كان عندنا ملاكمين اللي اقوياء فينا هي علاش اللي كان تنتمنى بان كل بلاصه تعطى للشخص وي اللي عنده اللي عنده الهام بهذيك هذيك الرياضه وي. اول حاجه انا ما تنقولش بان الناس اللي قارين الرياضه ولا اللي عندهم دوك شوره في الرياضه ماشي كنا نجروا عليهم ولا بالعكس خصنا نديروا هذاك داك المزج بيناتهم هذا تيقول بطريقته اللي علميه تيوصلها لك وهذا تيوصل لك بالتجربه اللي عنده الرياضيه تديرهم بجوج يخرجوك واحد الابطال لان هو في الشق التسييري الرياضي وانت في الشق الرياضي اللي غتكون مؤطر ولا مدرب ولا مشرف ولا حسبها كيما بغيت قريب اليوم هذه حنا هما اللي ما غاديش بها حنا في ودابا الامل دابا الامل في الاولمبياد ارمومن هو شوف حنا معقود على الرياضيين ديال الالعاب القوى كيف ما شفنا الان البطل تنحملوا مسؤوليه تنحملوا مسؤوليه اللي كبيره حنا بقالي نحملوا مسؤوليه كبيره الضغط غيكون الضغط غيكون عليه وشفنا حتى ربما يوم الساعات الاولى ديال الصباح يوم امس كيفاش التعامل بالسباق في السباق ديالو كيفاش حاول يخلي الامال بالنسبه للزميل ديالو محمد تين الزميل ديال اسمع لي الزميل ديال نكمل لك هادو حتى انا فهمت شنو تقول شوف الزميل الا ما خديناش حنا كمغاربه راه شوف ما نتفرجوا حتى شي واحد برا ولا غيقول لنا شي واحد الا حنا ما خديناش التجربه ديال عويطه كانت تتعامل مع السباقات وي وكي كان تيدير الناش التاكتيكي ديالو في 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 الجري راه ما غناخذو مع حتى شي واحد لان كلنا كنا عارف واحد الوقيته عويطه تيمشي بشويه وتيوصل واحد المرحله وتيهز الريتام وعند السرعه النهائيه وامتى تيخرج امتى ما تيخرج امتى تي من عندنا ناخذها نخش مع عويطه ونحقق لنا القاب من عندنا نقول لي شي واحد ناخذها مشينا برا نقرا ولا مشات برا يقول لي شي واحد شي حاجه اللي شاف عويطه تيديرها درسها في عويطه راه عندنا الشخص نشوفوا القروش كيطاح وي كيناض من الكبوه ديالو وعاود رجع وبكى وبكى مع المغاربه وعاود رجع وثاق في نفسه ومشى وخدم وهذا القضيه الا ما لا اسمح لي انا قطعتك عموما هذه القضيه ديال هشام القروش وهاد الامور اللي مر منا فاللجنه الاولمبيه الدوليه خداتها مثال خلال اولمبياد طوكيو ونشرحت الفيديوهات ديال هشام القروش وكيفاش هشام القروش سقط هذيك السقطه كيفاش هشام القروش ابتعدت عليه الميداليه الاولمبيه ورجع هشام القروش من بعد سنوات باش يتفرق زوج ديال الميداليات الاولمبيه واش نقول لك انا من كبيره الا حنا عندنا هاد القدوات بجوج وزيد عليهم الرياضيات ديالنا انا والمتوكي وزبيدوان الا ما خديناش من عند هاد التجربه اللي دوزوا في الحياه ديالهم كي بداو شباب كيوصلوا لمرحلة ديال المراهقة كيفاتوها كيدازوها كيوصلوا لداو الألقاب هاد الظروف اللي دزتي منهم كي كنتي تتعاملي مع السباق كي كنتي تبريباري السباق المشاكل اللي كنت تلقاي لأن غتقول لك المشاكل اللي كانت تلقى ها فين كنت تلقاها فين غتلقاها هاد المشاكل تنحاولوا نقلصوها بزاف لهاد الرياضيين اللي جايين
يعني هما غيقولوا لك مشوار ديال الرياضي والمشاكل اللي كان تيلقى ومع المدرب مع المسؤولين مع السفر فين كان تيبريباري في افران وافران نسينا حنا اخبارك افران خرج لنا هادشي كله كنا حنا تنمشيو كونسونطراسيون الفراقي في افران وكنا تنمشيو تلقاهم حنا تنعيو بلاص حنا تنعيو بلاص وتنسولوه كان تيعاودوا لنا كنا تتلاقاو معاهم تما تيعاودوا لنا شي حوايج اللي حنا ما نقدروش نديرو ما تشربش القهوه ما تاكلش ما ديرش ما تفعلش وتيبان لنا ديما لابس حاجه وتيترينو في افران افران عندنا تيكون قاصر لا عندنا واحد المدينه اللي كنا مستافدين منها 100% واش باقيين مستافدين منها واش طورنا البنيه التحتيه ديال افران واش طوحت حنا كنا تنعقلو شي يروح في الغابه ويجري واش داك استغنى داك البلاصه ودرنا ميد مارك تما للناس يمشيو يترينو فيه والرياضيين يمشيو يترينو فيه واش وجدنا واحد السكن تما الرياضيين حنا عرفنا ما كانش عندهم سكن تما كان سكن اللي بسيط واش طورناه راه هادشي اللي خصنا نخدمو لان قد ما حنا تنطوروا نفسنا لان هاد الرياضيين دازوا واحد المرحله اللي صعيبه وتيقولوها لينا تنبداو نقصوا من داك الصعاب اللي عندهم يعني تنضرو حنا على ام الرياضات اللي كنا تنضرو فيها القاب وتندو فيها كلشي واش افران وجدناها لان حنا هنا كنا كنشوفو تما هذوك مثلا كنا تنشوفوا رياضيين تيجيو من العالم اصحاب العدو الريفي وهادشي ديال المسافات القصيره والطويله كانوا تيجيو افران تيكونسونطراو تما لان عارفين تما لاتيتيد الدنيا طالعه وهادي الناس يوجدوا فاش تهبط لتحت تلقى راسك خديتي بزاف ديال الاكسجين من تما تهبط تلقى راسك بريف في الاراضي العاديه علاش حنا ما نستغلوش هادشي علاش ما نديروش حنا تما في افران واحد المعسكر واحد الكلوب تما ولا نديرو واحد الاكاديميه تما الرياضيين علاش تيبان الملاكمه كان عندنا كانوا عندنا عاوتاني عشاق الخوت مؤخرا كاين ربيعي لدى ميداليه مؤخرا فين هو فين هما هاد الناس علاش هاد الناس هما نجيبهم ونعطي وما بغيتيش ديروا في المكان ديال القاره ديروا وحدك ديروا وحدك راه ما يضركش ديروا وحدك وانت شوف انت تعطي الحوايج اللي تتعرف حيت شوف حنا في المغرب يا هذه المشكل اللي عندنا ما تمشيش واحد قاري على واحد الحوايج مع واحد مدوزهم يا انا تنقول لك لا هذا راه ما لعبهاش ولا هذا راه ما كماش يقولوا الملاكمين ما بوكسوهاش ولا ما عرفتش يقولوا لا هما بوحدهم هذا جاك ما جراهاش ما غلقاوش المشكل غلقاو ديما لقاو عندنا المشاكل شوف هذا عنده المكانه ديالو لانه مشى قرا عليها وعارف هذاك الشيء اللي تيكون علمي عليها وهذا اللي رياضي فيها بجوجنا غنخدموا ما بقاش تقول لي انت ما لعبتيهاش انت ما درتيش هادشي راه توصل للمشاكل لا انت قريتي عليها وانا لعبتها انت الظروف عطاتك بان ربي عطاك هذيك الموهبه عطاك هذيك الموهبه ديال الرياضه عرفتي القوالب ديالها عرفتي الاسس اللي تبتديتي عليها الرياضي انا انت غتقولها لي كواحد مجرب وانا غنقولها لك كواحد قراها وغنلاقيو راسنا بجوج ونلقاو راسنا فين نخرج واحد الرياضي اللي سليم اللي واجد باش انا بداك الشيء علمي وانت بداك الشيء اللي دوزتي وداك الشيء اللي تتعرف حنا في المغرب ما عندناش هادشي هي المشكله اللي عندنا في الرياضه المغربيه عامه ديما عندنا المشكله حتى في الرياضيين حتى فينا حنا الرياضيين بصفه عامه باش ما نكونوش واقع توقف مع هذا تقول انت ما لعبتيهاش انت ما درتي هادشي ما كاينش حنا بجوج ناقصنا نكون يد وحده ونخدموا حتى هذاك راه كاين الناس اللي ما عطاتهمش الكره كاين الناس اللي ما عطاهمش في الجري كاين الناس اللي مشاو للملاكمه وما كانوش اطافي وكان تيحبوها مشاو قراو عليها كملوا الدراسه وقراو وداروا كذلك التسيير الرياضي وداروا بزاف ديال الحوايج مشاو قراو هذاك السيد هذاك فاش غنجمعوا حنا بجوج بالحوايج اللي عرفت انا وبالحوايج اللي قرا هو صحيح غنمشيو في واحد الطريق اللي غنخدموا فيها كاملين المشروع اللي ينجح المشروع اللي غينجح لان الا تناقشتي معايا كعلمي ما نهضرش معاك انا غندوزك عند خونا اجي اخويا سكت لي هذا تناقش معاك يسكتك حيت قاري عليها فاش غا اخر يدي تقطع عليك وتقول له جا سير عندك اللي دايره وتا اخر البراتيك ديالها وكا كيفاه فاش تشد واحد الشاب اللي عنده 10 سنين و 12 عام فاش تخدم معاه بهذه الطريقه خصك شي حاجه علميه تمشي تقول لك هذا وخصك شي حاجه اللي براتيك تقول لك هذا تخرج واحد البطل اللي تيشوفكم تنتوما تيشوف هذا مثلا تبع الرياضه وما قراش تتنصحوا تقول لي ما ديرش بحالي سير تبع الرياضه وقرا دير بحال اللي دار هذا وحنا بجوجنا غنوصلوك لواحد المكان تيولى ذاك الدري قدوه ديالو انت وقدوه ديالو الاخر الا بغينا نمشيو حنا بالرياضه ولكن الا جلسنا حنا كل واحد دوز الكره ولا دوز شي رياضه وجلس هنا تيقول لك واش هذاك راه ما دار فيها والو وما تيعرفش ليها راه ما نمشيوش هذاك تيبقى جر لجهتو وهضر تيجا لجهتو لا حنا كلنا خصنا نمشيو واحد الطريق وحده اللي قرا عليها واللي لعبها
واللي دار اي حاجه في الرياضه وجاي باغي يعطي الاضافه لها خصنا نمدوا ليه يديه ويمد لينا يديه ونخدموا، لان هذا الشيء اللي كيف الدول الاوروبيه اللي عنده شي حاجه اللي غتنفع الشباب ديالنا وتنفع الرياضه ديالنا خصنا نديروا يدي. من شوف ما نحيدوش هادو وما نحيدوش كل واحد عنده المكانه، كل واحد عنده المكانه ديالو. وحنا شوف حنا كنا بغينا الكفاءه، اللي عنده الكفاءه في شي ميدان غيمشي لها، الكفاءه العلميه لانه مشى قرا عليها. صحيح راه دوزت وانت كيدوزتي 10 سنين ديال الكوره، انت هو دوز واحد السنين باش قرا عندك الرياضه ومشى عرف ومشى على الاقل مشى قرا ودار ودار. خصنا نجمعوا كنا روح لقيتها في الرياضه كنا تنقولوا معيد بدني راه ما نافعش، دابا ولينا عارفين بانه نافع. اش كنا تنقولوا مدير الكره راه ما نافعش ولا في الملاكمه؟ معيد بدني راه 10 سنين لا دابا راه الناس راه غالطين ما كيصحاب لهم معيد بدني. الملاكمه حتى هي انا لا ريحتي لا ريحتي انك تنريح مع عرفتي فاش يروح يهضروا معاك تيحبوا في ذاك الرياضه وتيخدموا لان تيبغي يخرج واحد البطل. صحيح هذوك تا هو غيلاقى مع الناس اللي قارين عليه. شوف انا شنو تنقول انا من وجهه النظر ديالي، لان حتى واحد ما يحتكر واحد الميدان اللي هو حتى انا لعبته ولا قريت انا اخر ما غيدخلش. كل واحد عنده المكانه، كل واحد عنده المكانه ديالو. نهار اللي غندير هذا في المغرب انا بالنسبه لي تنظر باننا غنمشيو مزيان، لان دابا عندنا واحد جوج ديال 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 الاشخاص. واحد تيجرك وواحد تيجرك، تيقول لك هذا علاش درت البلاصه غيديها ليا، وهذا تيقول لك درت البلاصه غيديها ليا. حنا ما بغيناش هذا الشيء. حنا اسيدي الا كنتي غتاخذ تي 20 قسموها اسيدي، ياك بغيتوها اسيدي المصلحه ديال الرياضه قسموها، وقد ما تجيبوا الالقاب قد ما تزيد الدعم ديالكم وتزيد المنح ديالكم وتزيد المشهورين ديالكم. الا فكرنا حنا، لان لا فكرنا كنا للشباب ديالنا بان انا بغيت نشوف ولدي ولا ولد صاحبي ولا ولد هذا بغينا نشوفوه في واحد المكانه اللي عاليه، غندير يد في يد وغنزل قدام. لان الناس باش فيتينا راه تنشوفوا الناس اللي في مقدمه الترتيب في السبور، تلقى الناس اللي دايرين بروجي البروجيات ديال البروجيات فيها بروجي وي وي وكيتنافسوا وما كيمشيوش باش يجيبوا ميداليات. شنو يجيبوا؟ لا بلاتي شوف دابا ملي كدوي على الولايات المتحده ولا كدوي على فرنسا تعرف غيديوها فرنسا، ما كدويش باش تمشي تجيب ميداليه، كدوي باش تمشي تحت وتحط الارقام القياسيه، تحط الارقام القياسيه. هذاك شوف عندك تهضر بعدا تهضر المركز الاول في الترتيب، تهضر في واحد الرياضات راه ما غاديهمش لهم الا ديتهم لهم راه مفاجاه مفاجاه اللي غيهضروا على كاع الاذاعات. صحيح انها فاش تمشي المسافات مثلا القصيره ديال امريكان وجامايكا هادو معروفين، تتمشي بيناتهم كما تنقولوا تتمشي الباسكيت واحد 90% امريكان، وتتبقى ديك الساعه تتقلب على اسبانيا وتبقى تقلب، تتمشي للرياضات اخرين تتلقى الصين تتلقى تركيا كاينه في حمل الاثقال ولا معروفه بهذا الشيء، تمشي التنس تمشي التنس اسبانيا ولا كتلقى سويسرا. يعني الناس عارفين فين غيدوا الالقاب، وكاين الرياضات اخرين اللي تيدوا ينافسوا عليهم، تينافسوا على البرونزيه الفضيه السباحه كذلك امريكان فهمتي، تيبقاو الحمد لله راه كاين واحد التونسي بعد الحمد لله وكذلك كاين من الاولي تا هو دير شي حاجه في حاجه في الماء وي وي في الاخر دير شي حاجه في الماء. تنقول لك بان حنا في الرياضات ديالنا تنمشيو للمشاركه، حنا راه مشينا شحال دينا 6000 واحد مشينا، هذاك الشيء داز زوين ما نوضنا صداع تما ما دارنا ما والو خفيف خفيف مشينا بساكادو مشينا وجينا. ما تنمشيش بان حنا واحد الوقيته كنا تنقول الكروج غيجيبها، كانت عندنا كانت عندنا ثقه وتادوك اللي مشاركين معاه عارفين بان تيبدا هذاك تيبدا الام الرياضات تيبان كل شيء المغاربه كل شيء تيتفرجوا عارف العالم كامل عارف القبيل عارفوا امتى غيدخل تتسنى ها هو الدور الاخر غيخرج تيبان لك خرج اللي كانت عنده واحد الخطه ديالو كانت مدروسه. علاش حنا ما نكملوش في هذه الرياضه وفي رياضات اخرين؟ تنتمنى من الله نكونوا يد في يد ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كنتمناو المهم نمشيو نشوفوا راي الشارع المغربي في النتائج اللي حصلوا عليها الرياضيين المغاربه الى حدود الان. طبعا النتائج اللي كانت الاغلب ديالها سلبيه باقي ما شفناش شي تتويج. نمشيو مشاهدينا نشوفوا الشارع الرياضي المغربي في هذه المشاركه المغربيه في اولمبياد طوكيو ونرجعوا لكم. المشاركه ضعيفه بزاف كما دائما، يعني ان ذاك الابطال القدام حتى هما كانوا يعني بغيت تقول انت بحال واحد النبات بري، ماشي زعما الجامعه ديال العاب القوى انها اشتغلت عليهم ووجداتهم. حنا عندنا الابطال هكاك بحال ذاك الفنان يعني اللي تيكون بالفطره، منين مشاو ذاك الابطال القدام اللي كانوا كيجيبوا الميداليات هادو دابا اللي كاينين ما كاين شيء، كنتسناو عاوتاني الطبيعه تجود علينا عاوتاني بشي بطل فطري وصافي. هادشي اللي كاين يعني المشكل ديال التكوين. المشكل ديال التكوين بطبيعه الحال، فين هما الانديه؟ فين هما المعدات؟ فين هما المدربين؟ بطبيعه الحال المشكل ديال التكوين. لا واش كاين شي ساعه واش كنكونوا بطل في 15 يوم؟
والبطل واش كيتكون حتى في شهر ولا حتى في عام، البطل راه كتبدا معاه من الصغر انت كتكون فيه حتى كيوصل. كاين اخويا عارف العاب اولمبي ديال طوكيو مشاركه ديال الابطال المغاربه شي داخل شي خارج فهمتي. نقول لك واحد ولي الضامن ويقدر يجيب داك ديال البقالي ولي فهمتيني ولي ضامن انه راه غيقدر يشرف الراي المغربي. نقول لك واحد حاجه باش المغرب يزيد قدام، حيت انا دايز في هذا الشيء وعارف 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 التخدير هذا الشيء ديال كيطالب في المغرب. خصك تحيد باك صاحبي، خصك تحيد السهرات ديال الدار، الاحتفالات ديال الدار. هذيك باك صاحبي عايد فلان، هذا راه ولد بن فلان، صاحب بن فلان، رئيس بن فلان، جيبو يلعب بن فلان، ديكون جي الجابون يريح مع راسو واكل شارب لاجون دبوس ونجيبو. انا راه الدومين ديالي كرة القدم، ولكن مغربي تلقى فيه الحرقة. تضرني خاطر كاين باك صاحبي، كاين باك صاحبي في المغرب، حيدوا باك صاحبي وحق الله تدو كاس العالم، حيدوا باك صاحبي جميع رياضة كلشي، حيدوا باك صاحبي. الله يرحم لكم الوالدين، اللي عنده شي حاجة يشد، حنا رسالينا. اللي عنده شي حاجه يشدها، اللي عنده شي منصب يشدو ويعرف شكون يشدو ويعرف كيفاش يحكمو. الله يرحم لكم والدين، الفلوس راه ما دايماش، العمل هو اللي دايم، راه تحاسب عليه عند الله. المغرب حشومه، حنا غاديين تماك للجابون وزيرو ميداليه، تنتسناو في البقالي 3000 متر موانع تنتسناو فيه ويعطينا ميداليه، راه عيب. حنا راه المغرب، حنا راه المغرب، حنا حضرنا البحر، مريب بعايا حدانا، قشقش حدانا، عندنا عوامه بوفريه، راه شي واحد تياكل الفرماج والله ما يجيبك حتى ميداليه. راه نقول الواقع، نقول لك حنا اللي كابر في الجوع وكابر في القحط وكابر في التمار وهذا، راه هو اللي يشوف هذاك الراي ديال المغرب يجيبك اللي بغيتي. حيت حنا دابا غدا تقول لك فردي خرج نتحارب مع المغرب، اما جي عندك مول الفرماج تقول لك فردي مشي تخبى في فرنسا. واقع نقول لك اخويا، واقع تنقول لك انا راه معروف كلامي، واقع تنقول لك اخويا، حيدوا باكم صاحبي. الله يرحم لكم والدين، راهي معاد بير موندو، حيدو باك صاحبي. نقول حاجه باش نختم لكم، دابا بحال دابا حنايا عطينا الله موهبه، ما تلقاش اللي توقف جنبي تقتلوك. هذاك الانسان اللي حداك سميتو له اي، تيطلعوا باه حيت هو سميتو له اي، تيطلعوا باه، وهذاك الصغير تيقتلوه، وهذاك الصغير احسن منه 100,000 درجه. وهذا السيد اللي هضر معاك دار 13 رياضه ديال بصح، الله يعطيني شي كسيده 13 رياضه تيدير، عنده 47 سنه باقي يطلع من المدينه القديمه، وحق الله تطلع من المدينه القديمه حتى النسيم بيكالا، راه بيكالتو فين حاطه حتى النسيم. وشكرا بزاف، وحيدوا باكم صاحبي، حيدوا باكم صاحبي، الله يرحم لكم والدين. قلتي لي علاش ما تتفرجوش؟ خويا ما كانش نتفرج واحد الزرق، انا احسن منه ولا انت احسن منه ولا هذا احسن منه وهذا احسن منه، ولا خويا مغربي واحد اخر احسن منه. بحال ذاك الدري خرج في فيديو داير الزيف تلعب تيكواندو، هذيك بطلة اولمبيت 2018، هذيك علاش ما تمشيش؟ علاش ما تمشيش؟ مشيت تهز الرايه ديال الصبليون، تهز الرايه ديال هولندا، مشيت تجنس. راه ما يمكنش، حيدوا باكم صاحبي، حنا راه سالينا، حنا صافي ربحنا صحتنا، بركه عنا. انا حيدنا الكرافاطه، هانتوما القدام 2030 2040 2060 2300 تيتفنى الدنيا، حيدوا باكم صاحبي في المغرب، وحق راسي تزيدوا القدام. المهم بغيت نوصل لكم الفكره على هاد الاولمبيات، الاولمبيات شحال هادي؟ كانت كنا عندنا واحد، كان عندنا واحد الجو بغينا امتى توصل لينا باش نتفرجوا فيها. دابا ما بقاتش عندها ديك الحلاوه ديال باش غنتفرجوا فيها، حيت دابا انا والله ما نكذب عليك، انا تندوي على راسي، انا والله ما مسوق لها لحد الان، انا حاليا والله ما مسوق لها. عرفتي علاش ما مسوقش لها؟ حيت ما عندهاش الحلاوه، ما كاينش هذوك النيفو ديال الرياضه اللي كانت بحال هذه، بحال هشام قروج ونوال متوفي، هذوما ما بقاش الحلاوه دابا، ما بقاتش عندنا. وشكرا. إلا جينا نرجعوا لشي هضره كنا قلنا شحال هذه على الفساد الرياضي في المغرب، النتيجه ديالو هما هاد الالعاب الاولمبيه اللي مخلي الابطال بحال ديك البطاله ديال واش التيكواندو ولا شنو ديال خريبكا ابو فارس بحال هذيك. شنو المشكل اللي عندها باش ما يديوهاش؟ هما ضيعوا ميداليه، هذيك الدريه كانت تجيب ميداليه اخرى عندها وحده وتزيد الثانيه. وزيد زيد راه كاين ماشي ابو فارس وحده، كاين ابو فارسات هما اللي مهمشين من طرف الجامعات ديال الرياضه في المغرب. والقضيه ديال الفساد الرياضي راه حنا شحال هذه معاه ما هضرنا على الفساد الرياضي، ملي دخلوا الاحزاب وتلونت ما بين في وسط الجامعات وما كاين لا مراقبه لا والو، راه تتسنى النتيجه. علاش غيشارك؟ تيشوف راسو غيمشي يشارك وغيتهمش من طرف الناس مسؤولين على القطاع الرياضي، علاش غادي يشارك؟
ما غاديش يشارك، راه معلوم ما غاديش يشارك. علاش؟ هو من طبقة شعبية، والرياضة مخلوقة الناس ديال الطبقة الشعبية، ما مخلوقاش الناس وحدين اخرين تديهم باش تعمر بهم لي بروف. حاجة واحدة اللي باقا عندنا امل في واحد السيد، باقي واحد، والامل في هذوك الناس المعاقين الا سهل عليهم الله بشي شي نتيجة مزيانة يديروها. وعندنا الامل بحالنا حنا، عندنا الامل في هذوك الناس المعاقين يقدوا ينقضوا الوجه ديالنا. ما خويا راه نقول لك، اش نقول لك، الله يهدي هاد الناس اللي متسلطين على القطاع الرياضي كامل، من الكره حتى للسباحه، وزيد وزيد انت غادي تجمع. راه ما عندناش الناس اللي غادي لي كومبيتون غادي يخدموا بداك الشيء من القلب ديالهم، راه ما عندناش في المغرب. مشاو الناس الاولين بقاو دابا عاد نسميهم نعرف الشناقه ديال الشناقه اللي بقاو، راه ما بقاش الناس اللي كومبيتون كانوا تيخدموا. اش عطاو؟ عطاو العويطه، عطاو نوال، عطاو السكاع، عطاو بوطيب، عطاو بولامي، راه مابقاش اللائحه طويله. واش في اخبار كاين الالعاب الاولمبيه؟ وي في اخبار كاين الالعاب الاولمبيه 2020 ومقيمه بطوكيو. واخا، كيفاش كتشوف المشاركه ديال الابطال المغاربه؟ كاينه خيبه امل يا اخي، لحد الان راه ما كاينه حتى شي ميداليه. كنتمناو من العرافي والبقالي يجيبوا لنا واخا غير ذهبيه. كيف ما كنشوفوا الاخوان ديالنا التوانسه راه بداوها بذهبيه. من حصل في الشارع الرياضي المغربي ما غالبا ما متقبلينش هاد النتائج ديال المشاركه المغربيه في اولمبياد طوكيو. واه حنا متقبلها، ان الناس كلهم تيهضروا بان كاين الظروف المواتيه باش يكونوا عندنا ابطال. وي ما بغيتش نقول لك هذيك الكلمه تنقولوا ديما حنا، هذه اخر مره ما بغيتش نقولوها زعما تكون اخر ديال الاحزان ديالنا، لان حنا ما تنتعلموش من الاخطاء ديالنا. صحيح، الا تعلمنا مره وكل واحد بعض المرات يخرجوا كان راه خاطئ وانا غلط غنزيدوا لقدام. وي من حتى شي واحد ما تيخرجش يقول لك انا غالط، وكانت الامور كلها مزيانه وداك الشيء اللي كان عليا راني درته، تنظن بان انا ما غنلقاوش الحل، لان تنشوفوا الناس في الدول اللي كما تنقولوا حنا اللي متقدمه في الرياضه، تلقى الناس يخرج يقول لك خطا مني. انا اللي درت هذا الشيء، ما كانش يدير بحال هكا. تخرج الرياضي تا هو تيقول لك المدرب والخطا ديالو، تيقول لك الرياضي انا الخطا ديالي. الاعتراف تقعد تصلح وتتصلح هذاك الشيء. الا ما درناش حنا هذا الشيء وما درناش واحد الوقفه، كل واحد تيشوف راسه فين وصل من بعد المشوار ديالو اللي دار، لا القليل لا الكثير، تيشوف راسو واش داك الشيء اللي الطموحات ديالو واش وصل لها. لان الا كنتي دخلتي لواحد الميدان وعندك طموح انك دي واحد الالقاب، لا كمدرب لا كرياضي، كل عام خصك كما تندير واحد البيلون، لا كمسير العمل ديالك، كمسير باش ندير كلشي، تدير البيلون العمل ديالك، واش انت نجحتي في السنه الاولى، واش نجحتي في السنه الثانيه، واش في الثالثه. الا بان لك تيبان لك انك انت بشد المكان من كما تنقولوا سنوات وما ديتي لا لقب، ما ديتي ما كونتي، ما درتي والو، تنظن بانك بوحدك خصك تقول بانني راه ما نجحتش في هذا العمل ديالي، نخلي المكان ديال واحد الشخص اخر. اما الهضره ديال كاين شي كلمات اللي في المغرب حنا ولات بزاف تتقال ديال باك صاحبي باك هادي، تنظن بان كل واحد، شوف كل واحد تيشوف المنظور ديالو بان واحد راه ضيعو، ولكن كل شخص عنده كما تنقول عنده الرؤيه ديالو، تيشوف شكون اللي غينجح معاه. تنظن حتى الكلام خصو يتحيد، لان ولا الناس بزاف تينزلوا يديهم بهذا الكلام هذا. الا ما لقيتش المكان ديالي في واحد المكان اخر تنقلب على مكان اخر، الا كان بلاصه وحده ما فيهاش واحد اللي يعطيك الفرصه ديالك، كاين مكان اخر اللي يعطي الفرصه ديالك. وبزاف الناس تنظنوا الا بغينا كاع نتناقشوا حنا في الرياضيا تنقولوا ما غلقاوش قد رحيم، حنا مثلا نهضروا على رحيم بواه في الراجا والناس كلشي عارف واش ما لعبش في الراجا، ان المكان ديالو ما كانش ديك الساعه. وي ان شاء الله خرج على راسه قلب ورجع. علاش ما نزلش يدو هذاك؟ وكاينين بزاف ديال حنا قلنا كمثال اللي تيعرفوا الناس دابا في الاونه الاخرى. الا كان واحد عنده واحد الطموح
واحد إرادة راه تيخرج يقلب على راسه بلاصة أخرى. أنا ما لعبتش في الرجاء، لعبت واحد شوية، لقيت واحد الفرصة شوية اللي لعبت كانوا النو ماشي نقول لكم ما لقيتش ما لعبتش حيت ماشي الإمكانيات ديالي، كانوا لاعبين اللي ممتازين في المكان ديالي، خرجت لفرقة أخرى لقيت سميتي أو ترجعت ثاني ما لقيتش بلاصتهم شي صحيح. تتقلب على المكانة ديالك، كاين الناس اللي ولاو حاطين الكلمة تلقى هو تلقى بانه كاين احسن منه في مكان اخر، لكن احسن منك في مكان اخر تخرج تقلب على بلاصه اخرى. حنا هاد الهضره ولا حاطينها في كل شيء، مشيتي هنا تيقول لك الكلمه، مشيتي تقول لك الكلمه ما سد اكثريه في الرياضه سدات عليا هنا تنقلب. انا كاين لاعبين سفري السفري راه جا من البرنوسي، مشى لعب في البرنوسي وتقاتل وفرقته تكون فيها ومشى. كاين الناس اللي عندهم الاراده، كاين الناس اللي دغيا تيمشيو الكلمه هذه، وكاين بعدا شي وحدين كاع لا علاقه لهم بالرياضه وتيقولوا هذه الكلمه هذه بزاف، ولا علاقه لهم بزاف ديال الخدمه وبزاف ديال الاماكن تيديروا بزاف، حيت ولات تتقال بزاف. انا شوف الرياضي بالذات خص يكون عنده طموح، حتى واحد ما يوقفوا، حتى واحد ما عطاتكش في هذه تمشي لهذه، ما عطاتش في هذه تمشي لهذه، ما عطاتش في هذه تمشي لهذه. راه كاين الناس اللي طلعوا من راش طيبين، شوف وين ساكن الشطيب، شوف فين ساكن وفين جا وفين تألق ورجع الراجة ولعب نهائي ديال كأس العالم، إرادة ديالو وصلات ولا شي محمد نشوف فين كان مالو ما حبسوه على أوناجم لاباس عليهم تحدي لاباس أوناجم لاباس عليهم عنده باك صاحبي، واش دابا رحيمي باك صاحبي اللي ما لعبش في الراجة، واش محسن باك صاحبي، واش نور الدين نيبت باك صاحبي. الرياضي ما خصوش ينزل يدو، حنا تنبداو حنا شوف لعبني في هذه الفرقة ولا ما غنلعبش، ولا تعطيني هذه البلاصه هذيك ولا ما غنلعبش، راه يقدر هذه البلاصه فيها واحد احسن منك، تمشي بلاصه اخرى تقلب على راسك. هي كاين علاش ذكرت الموضوع هذا، كاين بزاف ديال الظروف، لان الناس كاين شي ناس باغيين يخدموا بزاف هذه، ولكن انت انا ما نبقاش ننزل يدي اي حاجه نبدا نتناقش فيها، لا راه حبسني هذا ما تكونش فيك ديك الثقافه ديال الاستسلام. هذه اللي ولات خيبه عندنا في المغرب، اي حاجه تنهضروا عليها في هذه، وطلعت واحد الكلمه اخرى ديال ولد الفشوش عاوتاني، ولا ما عرفتش جابوها عاوتاني، ولا شادين فيها. تتمنى شوف إذا كانت عندك إرادة قوية والله ما يوقفك شي واحد، والله ما يوقفك، ولا بغيت تعرف أن تحد ما يوقفك، جبد لي شي لعاب في المغرب، ولا جبد لي شي لعاب في العالم، ولا جبد لي شي رياضي في العالم، ولا رياضي في المغرب لاباس عليهم، ولا عنده شي عائلة اللي عنده شي واحد لاباس عليه، ولا شي واحد عنده مكانة كبيرة، قليل تلقى 5% في العالم كله، ولكن الناس يبداو يتضاربوا وتيبداو يضحيوا وتيبداو يتقاتلوا. تنظن بان الكلمه خصها تحيد كما قلت لك في الاول، وبياضا ديال الناس ديال التحدي ديال التحدي. وثاني حاجه خصنا نديرو داك النسيجام، حتى واحد ما غيلقى غنديرو داك النسيجام بين السيد اللي متقف واحد الرياضه والسيد اللي لاعب ديك الرياضه، وغنجمعو بيناتهم وغتخرج كما تنقولوا يخرج الحاجه اللي مفيده للكره المغربيه. من حدنا كل واحد تيجر المعسكر ديالو ما غننجحوش. تنظن بان المعسكرات كلهم في الرياضه المغربيه خصها تجمع كلها، المثقف مع اللي لعب الكره مثقف، واللي لعب الكره ما مثقفش، هذا الرياضه ما مثقفش، خلينا نجمعوا كلنا ونمشيو لواحد العمل واحد اللي هو الهدف ديالنا، هو نوصلوا لواحد البطل اللي كل واحد تيعطي التجربه اللي دوز، التجربه العلميه، التجربه ديال الميدان، التجربه ديال الواحد ما نجحش كاع بواحد العمل مثلا تيقول لها تيولي عارف انه الا بغيتي تنجح فين خصك تمشي فين ما خصك تمشي. خصنا كنا نديروا واحد ستاف اللي يكون فيه جميع الاطياف. نتمنى ان شاء الله الرياضه تزدهر ان شاء الله المغربي. هادشي اللي كنتمناو عموما، كنتمناو الرياضه المغربيه تجاوز هاد العثرات هادي، وان شاء الله في المناسبات المقبله نتمناو تتويجات كيف ما كنتمناو دابا الابطال ديالنا في العاب القوى رجعوا لنا على الاقل بميداليه ولا زوج اولمبيه من المنافسات ومن الاولمبياد ديال طوكيو. الامال كامله معقوده بدرجه اولى على البقالي الماكله الامال فهي معقوده على تقلب على البقالي يا صاحبي خليهم بعدو يشكروا لي. كنتمناو لي حد موفق. عموما كنشكروك على الحضور ديالك معنا الصباح هذا، وانتم مشاهدينا كنشكروكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقه المباشره. نتلاقاو معكم في حلقه جديده يوم غد، والى اللقاء.